عزوز في الله ونعيتنا ابتسامتنا، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج العشية اللي حنرافقكم فيها يا عمار منصوري. مرحبتين بك عمار، مرحبتين بكل اللي تابع فينا. اكيد جوله جديده في برنامج العشية حناخذوكم معانا فيها من الساعه 5 للساعه 7. خلينا نعرف اهم عناوين ومواضيع اليوم اللي حيكونوا معانا في حلقتنا. أخبار منوعة زي العادة اخترنا لكم باش تكون البداية في الحلقة بهذه الأخبار. المكتبة المجانية تنعش الفكر والقراءة في مدينة زوارة، والعالم مر بأحداث في سنة 2015 حنعرفوهم مع الزميل آدم الكوافي. الليبية في المقاهي العامة، البعض يشوفها يثير الجدل، حنفهموه مع نسرين. وليبيا وأحداثها مرت بها خلال 2015 حتى هي حتكون من ضمن فقرات برنامج اليوم. نبدو بأول خبر محمد معنا اليوم اللي هو يقول مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي يشارك في ندوة علمية توعوية عن مكافحة العدوى. طبعا نظمت عيادة الكيش المجمعة صباح يوم السبت الماضي يوم 26 ديسمبر 2015 بمقر العيادة ندوة علمية عن مكافحة العدوى بالمرافق الصحية. طبعا استهدفت الحملة هذه العناصر الطبية والطبية المساعدة بالعيادة وعدد من المهتمين، حيث أدارت الجلسة العلمية للندوة إخصائية أو إخصائية الجودة اللي هي الأستاذة فتحية الشهيبي، وتكلمت فيها أو تكلم فيها حتى الأستاذ رمضان الصادي المتخصص في مكافحة العدوى. محمد تعرف أن العدوى يعني حاجة خطيرة جدا، وكل ما توعي الناس أكثر كل ما تقل الأمراض اللي تنتقل من العدوى. يعني يقولك أن باش نكافحوا الأمراض هذه أول شيء مش بالعلاج، لا بالتوعية، لأن لما يكون في توعية أصلا يبدأ معاش في عدوى منتشرة أكثر. مظبوط، وخاصة الأمراض الخطيرة دائما نقول من التوعية بخصوصها قبل علاجها يكون يساهم بشكل كبير أن هو الشخص يعالج منها. نمشي لخبر ثاني، بحيث 1000 عبوة ماء تغذية وريدية وزعت لعدد من مستشفيات طرابلس، وسلمت لجنة مخلفات مستشفيات طرابلس صباح يوم الاثنين أكثر من 33,000 عبوة ماء تغذية وريدية لعدد من المستشفيات وقرابة 4,500 حافظة ولادة لكل من مستشفى تجورة الجلاء الخضراء، وعدد 1000 برميل معقم جروح في خطوة يحاولوا الهدف منها أن هم مساعدة المستشفيات هذو في النقص الحاد اللي مروا به سواء في مدينة طرابلس أو ضواحي مدينة طرابلس. حلو نشوفوا البادرة هذه أو النواقص قاعدة تتوفر في المستشفيات، وإن شاء الله نشوفوها حتى في المستشفيات الثانية اللي في المدن الصغيرة وزي ما نقولوها الدواخل. في عندنا فيديو بسيط طبعا احتفالية الذكرى 52 لتأسيس الهلال الأحمر الليبي بنغازي، وهو الأول تأسيسا في جمعية الهلال الأحمر الليبي. كما قامت إدارة الشباب والعمل التطوعي في نفس اليوم بتخريج دفعة جديدة من القادة والقادة المساعدين من شبيبة الهلال الأحمر بنغازي لضمان استمرارية عجلة العمل الإنساني. كل الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا البرنامج. منقول طبعا احنا خذناه من صفحة الهلال الأحمر الليبي. خلينا نتابع الفيديو. يلا فيش حد ينكر دور الهلال الأحمر في بنغازي وغيرها من المدن يلي ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في علاج العديد من الحالات، مساعدة
الجرحى في فترة الحرب، سواء في فترة 17 فبراير 2011 أو ما بعدها. عمار من المساعدة، نشاط هاي اللي قاعدين نشوفه في من الكشافة الأيامات اللي فاتوا في مختلف مناطق ليبيا، الهلال الأحمر أيضا ناشط، المؤسسات المجتمع المدني، حلو إن نشوفه هذا الإصرار للدولة المدنية. خلينا نشوفوا شنو في اخبار تانية. من بنغازي نمشوا لبن وليد، بحيث انطلقت اعمال الصيانه بمتحف بن وليد الاثري الذي عانى اهمال من اكثر من 5 سنوات وفاتت، وتم صيانته اليوم او يتم صيانته الفتره هذه من قبل شباب متطوعون لخدمه المتحف والحفاظ على ما تبقى بداخله. وهذه الصور اللي تشوف فيها على التلفزيون هي محاوله الشباب بانفسهم انهم هم يرمموه، وانهم هم احنا نقولوا يرمموه في مدينه او ضاحيه جلزه في بن وليد. محمد، هي بن وليد طبعا غنيه بالاثار والمواقع الاثريه بشكل كبير، لكن فيه تقدر تقول ان فيه زي ضعف تثقيف في للناس، ان احنا مش كلنا نعرف ان بن وليد فيها اثار، مثلا نعرف سبراطه، نعرف لبدة، نعرف مجموعه اماكن في ليبيا، شحات، سوسه، لكن ما نعرفوش بن وليد ان هي غنيه بالاثار هذه. لا، شفنا الحلقات اللي فاتوا في برنامج العشيه كان في حمله لطلبه المدارس بزياره الاماكن هذه في مدينه بن وليد. نتمنى ان تكون في حملات من مدينه بن وليد، الدعوات للمناطق الثانيه انه يجوا يشوفوا ويطلعوا على ثقافه وتاريخ المدينه هذه والاثار اللي فيها. ودائما نقولوا بان تسليط الضوء على زي هذه أعمال لها غرضين، الغرض الأول هو إظهار احنا نقول مستوى الناس، تعاونهم مع بعضهم، يعني ونشاطات جدا رائعة. والشيء الثاني بأن هذو الناس العاديين ما قالوش أن ظروف البلاد صعبة وما نقدروش نديره وما إلى ذلك، فما بالك بالجهات المسؤولة واللي عندها ميزانية تصرف لها في سنوات سابقة ودائما تتعذر بالظروف الأمنية. صح. والظروف وما إلى ذلك يعني. صح، هذا العذر دائم محمد. خلينا ننتقل لي طبعا نندار صندوق للتبرعات لدعم علاج الفنان الكبير محمد السليني. طبعا صندوق التبرعات موجود في قسم الموسيقى، بارك الله فيهم جميعا على هذا العمل الخير اللي حابين يديروه، وان شاء الله في ميزان حسناتهم يا رب، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. محمد، تعرف ان الفنان محمد السليني تاريخ كبير في الموسيقى طبعاً الليبيه، ولابد من مساعدته من جميع الناس، وهذه بادره جميله من اكيد زي ما قلنا قسم الموسيقى ومحبيه والناس اللي ممكن تلامذ واللي تربوا على اعماله. أكيد من أبرز أعمال الأستاذ الفنان الرائع محمد السليني واللي هي أغنية من المغرب تقوى نارة اللي خدتها الفنانة العربية التونسية لطيفة، وهذه الأغنية تم إنتاجها قبل 27 سنة من أخذها لطيفة عليها. عندها أغاني تاني منها مدابية، عندها أم الضفاير وغيرها من الأغاني اللي جدا رائعة واللي أضافت للي احنا نقوله الفن الراقي والشعبي في نفس الوقت، لأنه هو طور الفن الشعبي. خلونا نتابع هذا الفيديو وراجعين. طبعا هذه كانت الأغنية المعروفة زمان اللي هي أغنية مدابينا واللي قاعدة لتو يسمعوا فيها الناس. محمد، عيب جدا ان نشوفه فنان بهالتاريخ التاريخ الموسيقي العظيم ان هو يلموه له في تبرعات او صندوق تبرعات. يعني المفروض ابسط شيء الدوله تتكفل به او الوزاره تتكفل على الاقل تمجيدا ليه، احنا ما نبوش يعني احنا المفروض هو يكرم ويعيش يعني اخر حياته انه هو انسان مكرم لانه قدم الكثير للناس، فابسط حاجه انه هو يتم بس ان هم يعتنوا به صحيا يكون على حساب الدوله بلاش من صندوق التبرعات يعني. في الزميله خلود الزوي في واحده من حلقات برنامج الصبح ذكرت شيء اني لفت انتباهي بشكل جدا رائع، هي قالت ان احنا للاسف في ليبيا الفنان المغني او الممثل وما الى ذلك، يعني بعيد السوء على الاستاذ محمد، ولكن اول ما يموت يبدو يهتموا به في حياته، ما يهتموش به أول ما هو يتوفى يبدو يقولوا الفنان البطل الراحل الذي أضاف والذي أضاف وليبيا خسرت. طيب يعني في فنانين حاليا موجودين ومثقفين وكتاب محتاجين دعم، محتاجين يعني زي الأستاذ محمد سليني، يعني محتاج مجرد أنه هو العلاج فقط.
فنشكر قسم الموسيقى اللي هو وفر هالتبرعات هذه، ولكن نطالب الجهات المعنية بأنهم يديروا وقفة جدا ملفتة، وقفة احنا نقوله مسؤولية أكبر باش يساعدوا الأستاذ محمد. على سبيل المثال محمد الفنان الكبير أيضا الكاتب الشاعر أحمد الحريري أيضا ما تمش الاهتمام به، يعني لو تتذكر في فترة الأخيرة ممكن في حفل سبتيموس تم تكريمه من قبل جائزة سبتيموس اللي هي ممكن في آخر سنة ليه قبل ما يتوفى الله يرحمه. في الوقت هذاك كان في مقترح من مجموعة من المثقفين اللي كانوا حاضرين الحفلة والفنانين الكبار في العمر أو القدم في السن والتاريخ، اقترحوا على وزارة الثقافة أن هي يعني يكون مع التكريم اللي هو المعنوي اللي هو من جائزة سبتيموس يكون فيه تكريم مادي، بينما وزارة الثقافة ما وفرتش. وبعدين يديروا لك ميزانية، يديروا لك فيلم وثائقي عليه لما مات وثائقيات وإلى آخره، هو الفنان محمد مرشان وغيرهم من الفنانين الكبار والأسماء الليبية اللي لازم نهتموا بها. هذا ملف كبير وحيفتح في الحلقات القادمة تحت عنوان الفن لا يؤكل عيش. حنبدو في فيديو جديد أو خبر جديد وهو تاريخ البطاطا. كان في تصور ماذا لو كان العالم بدون بطاطا، خلينا نشوف هذا الفيديو. Baked or fried, boiled or roasted, as chips or fries. At some point in your life, you've probably eaten a potato. Delicious for sure, but the fact is potatoes have played a much more significant role in our history than just that of the dietary staple we have come to know and love today. Without the potato, our modern civilization might not exist at all. 8,000 years ago in South America, high atop the Andes, ancient Peruvians were the first to cultivate. هذا كان طبعا فيديو من تيدكس بخصوص اذا كان تخيلوا لو ما فيش بطاطا. نعتذر لعدم ظهور الترجمة، وأكيد حنحاول الحلقة الجاية نوضح أكثر مضمون الفيديو. هذا الفيديو، ولكن هو يختصر إنه ممكن بداية بطاطا وين جد، وبعدين يقعد يحكوا لك على كيف العالم حيكون الجنوبية للبيرو. طبعا الفيديوهات هذه تقدروا تشبحوها على تيدكس على اليوتيوب أو البروفايل متاعهم على اليوتيوب اللي هو تيدكس زي ما قلنا لكم. وتيدكس يعتبر من الأحداث اللي ذكرناهم في برنامج العشية، وكان لهم فقرة خاصة. الحدث هذا تم إحيائه في مدينة مصراتة هالسنة، وقالوا إن السنة الجاية حيتم تكراره من جديد. تحياتنا لهذا الشباب، وأكيد تقدروا تتوجهوا لصفحتهم وتاخذوا فيديوهاتهم. أي شخص عنده فيديو أو فكرة أو هواية أو قصة حاب يطرحها لبرنامج العشية يبعثها على إيميل البرنامج عشية@218tv.net. نهضة الثقافة والكتب قاعدة مستمرة في مختلف ربوع ليبيا. بعد الفاصل حيكون عندنا موضوع المكتبة المجانية في مدينة زوارة. من البطاطا قبل الفاصل إلى البرتقال عمار، زي ما نعرفه بأن حاليا هو موسم البرتقال في ليبيا. البرتقال يعني تلقى كل الشوارع الليبية مزينة بصناديق الليم أو البرتقال. طبعا في أنواع كثيرة في ليبيا، عندنا الكيني، الدمي، البرتقال، شو اسمه؟ بصرة. ما نعرفه أو ما نعرفش التسمية، ممكن لكن أكيد مر علي. شفشي ليم الشفشي. أنت شنو أفضل نوع تفضله في الليم؟ أنا نحب الليم البرتقال القارص، مش الحلو يعني. في الدمي اللي هو اللي في الاحمر، لونه احمر. هو تقريبا كل الانواع تقريبا فيها حموضه ما عدا نوع واحد الحلو. والكينو يعتبر ما فيش، مش حامض هلبه يعني. في منها حلو لكن ما نحبش الحلو. وفي الملقم اللي هو تحسه بين المالح وبين بين القارص والحلو. وحاجه ثانيه محمد، انا ما ناكلش فيه الليم على فكره، عصير بس، يعني مستحيل ناكل الليم هيك. زي ما نعرفوا ان ساحل شمال افريقيا، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، يعتبر ارض خصبه للموالح، للحوامض اللي هي الليمون والبرتقال وغيرها من هذه الخضروات والفواكه. نمشوا لمدينه زواره، بحيث ان هي تعتبر هالمدينه هذه مدينه حضاريه فكريه وثقافيه ينعشها شبابها بنشاطات وأفكار مختلفة. وهالمرة تم يعني المدينة يتم وضع مكتبة مجانية. باش نفهموا الموضوع أكثر هذا، نتابعوا هذا التقرير. يا قصص عم تكتب
جديدة من قصص الثقافة الليبية تحكي على مكتبة صغيرة بدت فكرة تأسيسها في سنة 2013 من فريق مكتب صغار الإعلامي اللي قدم مقترح في هذاك الوقت لمؤسسة كرياتيف الأمريكية واللي رفضت دعم المشروع. رجعوا في سنة 2015 وقدموا ضمانات لكرياتيف مما خلاها تدعم المشروع، وهذا طبعا بعد التسهيلات اللي قدمها المركز البلدي لمدينة زوارة. بدوا في صنع المكتبة وطبعا مرت بهلبة مراحل واستخدمت فيها أجود المواد المقاومة للعوامل الجوية. كخطوة أولى تم صنع 6 مكتبات باش يتم توزيعها في الأماكن العامة في المدينة، بس لما فضل جزء من الميزانية داروا به مكتبة خاصة للأطفال وصندوق لجمع الكتب المتبرع بها. لو كنتم حابين تنفردوا قدام البحر ونسمته ومنظر الخلاب، توا ولا فيه ونيس ليكم وهي المكتبة المجانية اللي تحوي مختلف أنواع الكتب بين الروايات العالمية، الأدب الإنجليزي والعربي، التاريخ الليبي القديم والحديث. بابا هذا اللي كنا نشوفه فيه في التقرير هو مشروع المكتبة الصغيرة المجانية اللي أقيم في مدينة الزوارة. محمد طبعا المشروع زي ما سمعت إنه هو بادين فيه كانوا من سنة 2013 كان في مقترح من مكتب زوارة الإعلامي، قدموه لمؤسسة كرياتيف الأمريكية باش تدعمهم بالدعم المادي لتطبيقها، ولكن كرياتيف رفضت في البداية. طبعا حنسأل طبعا ضيفنا بعد شوية شنو هم الأسباب اللي رفضت في البداية، ورجعت 2015 وافقت على المشروع وبدوا وطبقوه، وخلال أيام طبعا هي بدو يركبوا فيها في بعض الأماكن ركبت، لكن الكتابات ما زال ما حطوهمش لين يتموا 6 تثبيتهم في أماكنهم المخصصة. هل ممكن نسموها الفترة الأخيرة اللي صايرة في ليبيا نهضة، نسموها موجة قراءة، موجة صحوة أكثر؟ لاحظنا بأن كل المدن الليبية، درنا، زليتن، طرابلس، فزان، سبها، زوارة وغيرها من المدن تفتح في مكاتب. شفنا تجوال قبل هيك اللي هي الكتب اللي تتجول في الشوارع، شفنا ليبيا تقرأ، هاشتاج ليبيا تقرأ، شفنا يعني ما شاء الله يعني كبيره من الحملات، بالاضافه لنوادي الكتب اللي استقبلناهم في برنامج العشيه، واليوم قاعدين والمكاتب محمد اللي في درنا في مستشفى اذكرتهم يعني شفنا مجموعه كبيره من الحملات الخاصه بالكتب، وحتى يعني افكار جديده محمد لتثقيف الناس ولنشر ثقافه الكتاب القارئ والقراءه. واكيد شفنا حتى نسرين العالم وفقره كاتب وكتاب اللي كانت لها متابعين هلبة في العشية. أكيد عمار، وفي نفس الوقت نبغى نقوله بأن لربما في أفكار جديدة، إحنا ما زال ما وصلتناش طبعا للبرنامج، ولكن حبيكم تتواصلوا معنا على إيميل برنامج عشية @218tv.net. في أفكار مطاعم ومقاهي تأخذ كتاب جديدة بتهلبة في طرابلس ونشوفوا فيها في بنغازي ونشوفوا فيها في هلبة مدن ليبية، أنها تأخذ كتاب وتمشي تأخذ القهوة متاعك أو الشاهي أو تأخذ الوجبة متاعك وأنت تقرأ في كتابك. وفي مازال محل ثاني موجود في قاعة الشعب أو قاعة الشهداء اسمها الحالي عمار في قرقارش، إنك لو حاب تبي تشتري جهاز إلكتروني وأنت تتجول فيه كتب تقدر تقعمز أنت كمكتبة، هو محل الإلكترونات، تقعمز تقرأ كتاب تقرأ قصة، مش شرط تجي تشري منهم جهاز إلكتروني، يعني في ترويج كبير للكتب عمار. حلو جميل هلبة. طبعا بالنسبة للمكتبة المجانية محمد، الكتب اللي حاب طبعا يمشي يقرأ غادي في أي منطقة موجودة فيها، سواء في الحدائق في مدينة زوارة ولا في الكورنيش الطويل اللي هو الساحل على البحر، في حتى مناطق معشبة، تأخذ الكتاب تقرأه لكن تقريبا ما تروحش به للمنزل وترجع، لا تقرأه وانت في الحديقة ساعة نص ساعة، ترجع الكتاب في مكانه، تجي ثاني يوم تكمل مرة ثانية. بالإضافة أن داروا طبعا هم موفرين مجموعة كبيرة من الكتب حتى الحديثة يعني الثقافية، كتب أكيد أدب الأجنبي والأدب العربي، في أيضا كتب عن ثقافة وتاريخ شمال أفريقيا وليبيا، تاريخ الحديث والقديم، في أيضا الروايات العالمية، مجموعة كبيرة كل شيء متوفر فيها، حيكون المكتبة هذه ومن أحدث ما يكون. ولكن أيضا حطوا حتى صندوق للتبرع بالكتب لأي حد ممكن عنده كتاب حاب يساهم كمل الكتاب هذا يحطه باش يثقف غيره. حلو. في بس نوع واحد من الكتب اللي هو منعوه انه هو ينحط اللي هي كتب سياسيه او المسيسه،
ما حبوش يحطوا فيها اي حاجه. ممكن في عدم وجود قوانين حقيقيه يتم تطبيقها حاليا، ففي كتب احنا نقولوا مش موثوق منها بشكل كبير، لكن اتمنى في المستقبل يكون في حريه في الفكر، حريه في طرح الافكار والثقافه وما الى ذلك، في الحدود التي تضمن حقوق الانسان، في الحدود اللي لا تمس احنا نقولوا الانسان الاخر او حقوق الاخر. نبغى نقوله كان بينضم لنا الاستاذ باسم دهان، وهو من مؤسسي كتب من الكتب المجانيه في زوارة. بس حتى هو الاستاذ باسم دهان زي ما قلت من مؤسس الفكره هذه، وايضا عضو في المجلس البلدي لمدينه زوارة. حنحاول نتواصل معه الاسبوع القادم باذن الله. لكل من قاعد يتابع فينا، تقدروا تتواصلوا معنا وتبعتوا لنا ارائكم وافكاركم ونشاطاتكم الثقافيه وغيرها عن طريق البريد الالكتروني اللي تحت في الشاشه، عشيه@218tv.net. بعد الفاصل، آدم الكوافي، أحداث فيسبوك وجوجل وألعاب ومسلسلات كرتونية مرت في سنة 2015. خلوكم معنا، ما تفوتوهاش. Finally I feel the air I breathe in. I can see that I become a light of me. العالم مر بهلبة أحداث أكيد مختلف القارات والدول، نهضات في عالم التكنولوجيا، الأفلام وحتى الكرتون، حنعرفوهم مع زميلنا آدم الكوافي. مرحبا عمار، أهلا بك يا آدم. أنسنا اليوم مش خميس. اليوم مش خميس، اليوم ثلاثة. إيه علاش دعمنا؟ والله أنت مفروض تأخر، لأن حيكون في يوم خاص، غضوة بعد غضوة، خاص بنهاية سنة 2015. حيكون في حلقتين خاصات حنذكروا تفاصيلهم في نهاية الحلقة. إن شاء الله. يلا عادي، شو حضرت لنا؟ في تقرير إن إحنا درناه على موضوع تاع أحداث السنة اللي صايرة. أحداث السنة واللي دونهم فيسبوك، صح؟ في فيسبوك إن شاء الله. نشوف التقرير. نشوف التقرير. يلا نشوف التقرير. حاجات مرت في سنة 2015 وثقها الفيسبوك. تذكروا في هذا القفطان اللي انتشر والناس تشوف فيه بألوان مختلفة، أحمد واختراع الساعة اللي ظنت المدرسة إنها قنبلة في أمريكا. وبالنسبة علميا، تم تصوير صور جديدة لبلوتو في سنة 2015، وصل القمر لأكبر حجم باللون الأحمر. زيادة عدد المهاجرين واللاجئين حول العالم هو من أهم ما مر في هذه السنة. العمليات الإرهابية اللي مرت في دول هلبة منهم فرنسا ولبنان وغيرها، كأس العالم النسائي وفوز ماي ويذر على باكيو وغيرها من الأحداث الرياضية. أحداث العالم شرت بسرعة في سنة 2015 وقعد يوثق فيها الفيسبوك، أفلام ومسلسلات جديدة وتكملة أجزاء قديمة حتى هي كانت من ضمن هالسنة. وفاة بعض المشاهير العالم منهم الفنان عمر الشريف. أحداث الإرهاب حول العالم هي أكثر شيء تأثرت به الشعوب لهذه اللحظة، وغيرها وغيرها من الأحداث اللي وثقها الفيسبوك لسنة 2015. أحداث كثيرة شفناها في التقرير زي ما قال زميلنا آدم الكوافي، ولكن خلونا نبدو بأول حاجة شفناها في التقرير اللي هي القفطان. القفطان هذا اللي خلى الموضوع ناس وجدين. أنت شو تحكي فيه يا عمار؟ أنا شوف فيه أبيض ونسيت ذهبي. أنا أبيض وذهبي، حتى أنا أبيض وذهبي، بس أنا لما قعدت لما شفناه أول مرة قلت لا، يقولوا لي أزرق وأسود. في ناس شافوه أزرق أبيض وأزرق. في أبيض وأزرق، في أبيض وأسود، في الذين في هم اللونين، يا أبيض ذهبي أو أزرق وأسود. بس تعرفوا شنو اللون الحقيقي للقفطان؟ والله ما ذاش حد يطلع أخضر. لا، لون أسود وأزرق. أسود وأزرق. هو يمكن إضاءة الشاشة ما أعتقدش تعطي على حسب الكمبيوتر وعلى حسب التليفون. لا، ما أعتقدش إنه هو في حاجة للعين، إن هما كل واحدة تختلف من بني آدم بس. في هو أصلاً اكتشف الموضوع هذا عن طريق فتاة
اسكتلندية اللي هو في الموقع تمبلر ان هي عرضتها وقالت يا جماعة انا يا اصحابي راهو الفستان هذا شلونا مرة صار خلاف بينها وبين صاحباتها ما توقعش الصاحب اللي دار الفستان هذا انه هو حيوصل جدل عالمي كل المحطات المرئية او اي مواقع تواصل اجتماعي الشهيرة حكوا على الموضوع هذا مش بس كل الدول يعني حتى احنا في ليبيا نتذكر كل الصفحات الليبية نزلت شو نشوفه في هذا القفطار ولما تقرأ التعليقات تبدأ تضحك أكيد في حتى مش بس المحطات في حتى كيم كارداشيان نزلتها في صفحتها وكتبت للناس قولوا لي شو نشوفه في لون القفطان غريبة موضوع هذا غريب تغريدات على الموضوع موضوع هذا غريب بس تعرفوا شو هو التحليل متاع الحقيقي قال لك هو وهم بصري هو صاير وهم بصري يعني مثلا او في موقع دار تحليل حسب شخصيه الانسان يعني قال لك انه مثلا اللي شاف لون الفستان ازرق واسود هو انسان واقعي وعبقري يعني حسب الشخصيه في اللي قال لك هيك نفسيا واقع هذا بالنسبه وفي اللي شاف لون الفستان ابيض وذهبي هو انسان خيالي ومبدع وغير واقعي انا ارجح نظريتك اللي قلتها في الاول ادم اللي هي تختلف كل انسان يشوف الالوان بشكل مختلف, واني تصير لي مع اهلي مرات نقول لهم هذا لونه ازرق كحلي تقولوا لي اسود بس المشكله ازرق كحلي الفكره انه شنو مرات اللي في بعض الناس يحبوا الحاجات مختلفه يعني اختلاف هو سبحان الله يعني كل واحد عنده حاجه معينه مثلا بصمه اليد تختلف والعين القزحيه حتى هي تختلف اسقاطات الاضواء والالوان طيب نمشي لموضوع بلوتو البلوتو. اللي شفناه توا في التقرير تمام اللي هو البلوتو اعتقد انهم قبل مكتشفينه بس اللي هو المميز في البلوتو انه هو شنو الصور جديده يعني في 2015 نما وكاله ناسا اطلقت مركبه اللي هي نيو هورايزن استقرت في 2006 استقرت 9.5 عام ونص يعني 9.5 5 اللي هو السنوات باش انها توصل للقريب من البلوتو اقرب نقطه وصلت اقرب نقطه هي اظن 125000 كيلومتر تقريبا تعتبر قريبه جدا فان هو صور هزت يعني المواقع التواصل داروا زي فيديو من كثر اللي اخذوها الصور داروا منها صنعوا منها زي فيديو يوضح لك الكوكب بالكامل ايوه هو يعتبر شوي اكبر من القمر بس صغير بكل من مقارنه بس بالأرض. قالوا ان هم تفاجئوا في حجمه ما توقعوش انه بالحجم هذا يعني كانت الدراسات اللي هم مديرينها قبل يقولوا في بعض ان طلعت غلط لما وصلوا غادي يكتشفوا ان هم كانوا غلطين وفي حتى حاجه اللي هي مميزه فيه انه شنو شكله كيف القلب انه هو فيه عنده علامه القلب فوجدين يكتبوا يديروا فحوصات هل مزبوط انك تشوفوا فيه ميه لا هذا كاين مريخ المريخ المريخ وانما وكالة ناسا قالوا انهم اكتشفوا ميه بس ما انا ناسا هم يكتشفوا حاجات بس الارض هي تبقى الارض يعني مهما كان ولكن وجود ميه يعني يدل على وجود حياه وجود حياه بس ما مش مناسبه للعيش حتى لو حتى بعد 1000 سنه ما مستحيل حتى المريخ فصل يعني سمعنا انه هو فيه ميه وفيه كذا ولكن يعني الصور والفيديوهات اللي وصلت تقول انه ما فيش حياه تمام نمشي احمد اللي هو اعتقد اللي هو صنع زي ساعه شال المدرسه وراء الابله فالجماعه السكيورتي اللي غادي في لما جماعه الامن اختلفوا قالوا انه هو راه قنبله وهو اظني سوداني طفل سوداني جنسيه ومسلم انهم بعد داروا عليه ضجه اعتقد مؤسس صفحه فيسبوك اللي هو صغير في السن تقريبا 13 سنه 12 سنه مارك زوكربيرغ حتى هو تعاطف معه باراك اوباما استضافه وكل الناس واجدين استضافوه طبعا هو حرك الراي العام بسبب الصوره اللي هي هو معتقل يعني حاطين له الكليبشات في ايديه فحد يحرك الراي ونتذكر بان اطلقوا هاشتاج وشاركوا فيها حتى ليبيين I stand with Ahmed. فدار ضجة يعني شفت موقع التواصل الاجتماعي إنه هو من شيء إنه ممكن تكون حاجة أكبر وفي حتى الموضوع اللي هو اللي بعده اللي هو شنو القمر إنه هو تكون شتمه كبير جدا ولونه حمر بلادي مون أعتقد إنه هو صار في شهر بداية 2015 بداية 2015 لا في النص أعتقد إنه هو دار حاجة غريبة يعني هو أول مرة يلتقي الحجمه اكبر حجم اللي هو اقرب شيء من الارض واللون يعني هي ظاهرتين في نفس هي ظاهره طبيعيه هي اللون الاحمر الناس يحسبوه انه لا لا في حاجه بتصير وانه هو القيامة وانعكاس الشمس هو خسوف نازل يصير بس المميز اللي فيه انه هو خلال اول مره تطلع في سنه 2015 اربع مرات يظهر خسوف من قبل ديما ضروري يطلع ثلاثه وكل بعد 500 عام فهو اول مره تكون حلو طيب نمشوا لباريس الباريس الاحداث اللي صار اللي هو الحركه لجميع الشعوب اللي هو الاحداث اللي في شهر 11 ان هم تعاطفوا
التفجيرات اللي صارت اللي صارت حركة يعني حاجة هي طبعا حركة سوشيال ميديا من ناحيتين أكيد في ناس هل دا جميعنا تعاطفنا مع الناس الأبرياء اللي ماتت واللي صار اللي تعرضت للتفجير هذا وبعدين تغيير صورة البروفايل بيكتشر لعلم فرنسا هذه حركة السوشيال ميديا من ناحية انتقاد ومن ناحية في اللي قال لك يعني فيش داعي نحط الصورة في اللي قال لا نحطها تعاطفا مع الإنسانية فصار بعض الناس كل نظرة كل حاجة ضروري ضيوا معها ظلام يعني ما كان ما فيش حاجة بيرفكت ممكن صار في حتى نقاش على مسألة لبنان لجت معها في نفس الوقت صحيح. ناس ما عطتش الحجم الإعلامي كبير للبنان وعطوا الحجم الإعلامي لفرنسا قبلها كان عندك بأسبوع تقريبا عندك العلم أن حتى مارك زوكربيرج اللي هو المؤسس فيسبوك شن قال اعتذر قال أنه هو لأن ما درش دار فرنسا بس دار فرنسا بس فاعتذر للوسائل الإعلام في موضوع الآخر اللي هو شنو ستار وورز الحرب النجوم ونبوك تعطينا لمحة بس على أفلام ومسلسلات مرة مسلسلات أكيد اللي هو مثلا زي جيم اوف ثرون سيزون 5 نحن تفرجت عليه أنت صح؟ أكيد طبعا أنا عندك فيلم الحلقة الأخيرة اللي تو شفتها شفت التسعة هما تسع حلقات ما أنت لو تقول تو الحلقة الأخيرة حتخرب على الحشرة أنا تسعة بس ولكن الحلقة الأخيرة شفت صورة يعني انتشرت هي أهم حاجة في السوشيال ميديا اللي هي شفناها في اللقطة مرات في واحدين بيتبعوا الموضوع فالعملية تقعد شنو تخرب لي من الموضوع بس اسمع بس هو مش مقياس إن جون سنو يموت تدريش مرات حاجة في الجزء اللي بعده هو دارين تلميحات ان هم شنو بحاجة كيفك وحتى ان هو ستار وورز اللي هو طلع قبل اسبوع مميز اللي فيه ان هو خلال اسبوع واحد حقق مليار ومليار ألف دولار مليار يعني واجد يعني ولكن هو الفيلم يستاهل لانه يعتبر اول فيلم يدخل اللي احنا نقوله الخيال العلمي في هو الخدع البصرية في الافلام اول فيلم هو مميز اللي فيه انه هو شنو طلع من زمان وحبوه للشعب الامريكي جدا سلسلة. يعني وتكون ودار جورج لوكاس انه هو ما دارش من اول ابسود هو حلقات سبع هذه سبع هذا الجزء السابع ودار من اللي هو ما دارش جورج لوكاس تو المخرج دار من جي جي ابراهام اللي هو دار ميشن امبوسيبل لوست ادم نمشوا لموضوع اخر هو محضره لنا اليوم واللي هو جوجل جوجل الموضوع الجوجل اللي هو شنو بالضبط في مميز فيه انه جوجل دارت ما قاعدش اسمها شركة جوجل كده شركة اسمها ألفابت يعني تحت العنوان تاع جوجل وهنا وشنو حتى إنه في فيديو اللي تول قاعد في الشاشة معروض إنه هو شنو أكثر كلمات اللي صارت في سنة 2015 صار عليها بحث ولا البحث عليه البحث أيوة فإنه هو كلام يعني مثلاً اللاجئين أنا قاعد مع اللاجئين مثلاً الأسد تاع سيسل اللي هو اللي انقتل عن طريق الدكتور مواضيع وجدات يعني في حتى احداث وجدات صار فهم يديروا على كلمات ناس دارت عليها بحث يعني احنا نقولوا الفيسبوك خدا نظام ممكن الهاشتاج واكثر شيء دار شير ولايك ايوه وجوجل اكثر شيء كتبوه الناس يدوروا عليه صح عندك علم انه في الافلام انه اكثر كلمه بحث اللي هو جوراسيك وورد الفيلم اللي عن نزلت هو من شهر شهرين تقريبا لا مش شهرين نزل في الصيف أغسطس ايوه اللي هو الوقت يمر بسرعه حتى هو القفطان حتى القفطان هو ستار وورز ففي حاجات وجدات يعني كلمات كان بنذكرون ما مش حتكمل الحلقه بك وطبعا الاحداث ما ننسوش اللاجئين السوريين خاصه الفيديو اللي انتشر للصحفيه اللي طيحت الاب اللي ماسك بنته ولا ابنه هو يجري في طيحاتها برجلها هذا طبعا يعني اغلب اللي انتشر في الانترنت هو نقد للصحفيه هذه تمام وحتى حاجه واحده اخرى انه هو في الطفل الان اللي هو اللي علقوه على شاطئ البحر يعني كلهم الطفل السوري انه تعاطفوا مع الشعب كله فمواضيع وجدات يعني صايرات حلو انا حتى شفت بعض الفيديوهات عن يعني فيديوهات مختلفه بخصوص حتى ملكه الجمال اللي اخذوا منها التاج واعطوه لي هي في الاول كان انه هو الممثل الكوميدي الشهير اسمه هنري شنو صار له انه هو مغطي على الاسم الدوله صح في كلمه اسمها فيرست رانر اللي هو يحسب انه هو الوصيفه الاولى هي مش فاهم من اول مره ايوه اول مره فاعطاها الكولومبيا بعدها قال تاسف انه اعطاها الكولومبيا فالموضوع هذا صراحه بصراحه بصراحه يعني شعوره هو وشعور ملك جمال الفلبين لا هو ملك جمال كولومبيا الثلاثه شعورهم كان ما فيش حد يتمنى يكون في مكانهم في اللحظه عندك العلم حتى انه شنو صاير ان هم دارين عليه يعني في المواقع الفاني زي الناين جيج شنو قايلين على اساس ليوناردو كابريو
يعني الاستاذ حيتلخبط، مش حيعطوه جائزه اوسكار، حيدير نفس اللقطه، حيعاود نفس اللقطه وحيقولوا لا. انت ما لاحظتش انه مؤخرا حتى في الليبيين لما بيلقحوا على حاجه مثلا يقولوا لك والله منور، بعدين يبعث لك صوره وجه الممثل هذا يقول لك اسف صار في غلط ما مش منور. بيستخدموا فيه يعني، لان يعني بدا ينتشر جدا يعني الموضوع هذا. حتى تو في المواضيع الاخرى مثلا الاغنيه اديل اللي طلعت اللي انتشرت هلو هلو، انا اظن اي سياره نركب نسمعها هلو، بعدين شو اسمه نولع التلفزيون نسمع هلو. هل تعلم ان هي خشت يعني جينس ان الفيديو كليب حاليا ليها اقل من شهرين وعلى وشك يسكر البليون مشاهده في اقل من شهرين؟ بفات بصايه معناتها جنب بصايه هتفوت معنا الكليب يعني بسيط بسيط هي، وحتى الاغنيه يعني اديل غنت احسن منها. ممكن ان احنا قلنا قبل ممكن ان غياب اديل فتره طويله وبعدت حتى على الاعلام وعلى الاغاني وفجاه نزلت فكان في اشتياق له. وحتى الاخر الفيديو الاخر اللي هو دريك دار رقصه رقصه اظني الاغلبيه انهم داروا عليه فيديو ضحك يعني. طبعا اكثر الفيديوهات اللي انتقدوها الناس في الانترنت اللي هو فيديو كليب دريك. انا ما اعرفش تتفقوا معي ولا لا، لكن نشوف في دريك فنان ذكي جدا، لانه عرف الجمهور شنو يبي، لانه حاول يدير حاجه مختلفه، لانه عرف روحه كان بيرقص يعني يقدر يرقص دريك رقصه جنينه، فهو تعمد هيك باش الفيديو كليب بتاعه حق مشاهدات، مع ان الاغنيه حتى هو بسيطه. هلا هي مرات انت تكون في عندك وجهه نظر صح، اللي هي مرات الرقصه مختلفه، بس الرقصة نحس فيها بعض الأحيان عبيطة شوية. هو عبيطة لك هو قصدها، لأن خالف تعرف الوقت هذا، أنت عارف أن تدير حاجة مختلفة الناس حتحبك، لكن لو تخيلت أنه هو نفس الأغنية هذه دار لها رقصة محترمة أو عادية صدقني مش حتى تشهر. حلو. طيب آدم نمشوا لمواضيع ثانية أو إحنا نقولوا لفة سريعة عن إحنا نقولوا إنتاجات التكنولوجيا في سنة 2015. في اللي هو مثلا زي الهوفر بورد، اللي هو شنو الهوفر بورد؟ اللي هو لوحة التزلج. شنو صاير مع لوحة التزلج هذه؟ ان في مثلا تذكروا في فيلم باك تو فيوتشر اللي هو نازل في الثمانينات، قالين على اساس شنو انه هو يرد يمشي المستقبل، انه هو يوم 21/10/2015 يكون فيه لوحه تزلج، بس بشنو؟ ما فيش عجل، ما فيش اي حاجه، في الهواء. بس ما وصلش المسو هذا العلماء انهم يديروا عن طريق يعني التزحلق. فشن داروا حاجه اسمها اللي هو الهوفر بورد للعجلتين، تقعد شنو بدون ما تيش سكوتر، كنا اظن نلعب بالحط ايوه فتقعد شنو تلعب بالهوفر بورد فانتشر يعني قاعدك في حتى لاحظنا حتى هالبناس حتى الليبيين ينزلوا في صورهم شارينه ويمشوا بيه في هم طبعا تتمشى بيه بحاجه بسيطه هو مش سريع جدا بس في جو يعني والله يقول لك حاجه لكن اسرع من المشي والله يعني كسل لهالدرجه إيه سريع شوي انا طبعا ضده لانه يخلي الناس مش تتحرك انا نحقق انا بعدين في قناه تقعد تمشي بالاوفر بورد في موضوع الاخر اللي هو نظره الواقع الافتراضي اللي هو دار جدل كبير وحكينا فيه في برنامج العشيه اللي هو شنو قلنا عليه انه هو طرا في 2013 بس شنو الالعاب اللي هن شركات الفيديو جيمز تدعم النظاره قاعده تدعم النظاره بشكل كبير جدا يعني من كل النواحي حلو انه هو قاعده شنو شركه سوني مايكروسوفت اللي هو سامسونج فحاجات وجدات وفي الاخر الموضوع الاخر اللي هو شنو شركه ابل نزلت منتجين جدد السنه هذه اللي هو مثلا الايباد برو اللي هو يعتبر شاشته كبيره جدا اللي هو 12 بوصه وساعه ابل اللي هو حكينا عليه بموضوع الفات اللي حققت مبيعات كبيره وتعتبر ابل عندك من ابل اكبر قيمه انتاجيه في السوق تكلم حوالي عندها حوالي 175 مليار يعني قيمه رقم كبير يعني قريبه من الكوكاكولا اللي هو اكبر قيمه سوقيه وفي حتى اللي هو شنو الويندوز 10 نزل في بدايه السنه هذه حلو طيب احنا اليوم مستغلوك استغلال كامل استغلال سنه كل المجالات خذ راحتكم كل المجالات الانيميشن والمسلسلات الكرتونيه والافلام الكرتونيه اللي يعني ابرزها اللي تم انتاجها في سنه 2015 سنه 2015 اعتقد انه هو في كنا في الالعاب نجول الالعاب اول شيء قبل الانيميشن خلينا نحكوا على الفيديو جيمز فيديو جيمز اللي هو في الالعاب معينه اللي هم ذكرون في المعرض اسمها الاي 3 2015 اللي هو يعرض كل سنه في لعبه اسمها ذا لاست جارديان اللي هو في 2007 وقفت شو قصتها ذا لاست جارديان مش ذا لاست اوف اس لاست جارديان هذا اللي معاه حيوان كبير زي الكلب ايوه تو يطلع اظني تو كان يطلع في الشاشه في فيديو بس انقص في الالعاب الاخرى مثلا زي لعبه الاي اي اللي دارتها اللي هو الانفيل حاجه كيفكي فلعبة خفيفة ظريفة.
حلوة تاع اطفال نشوفوا فيها تاع اطفال ايوه تاع تمشي مع انها تخوف شويه لكن لا ما تخوفش ليش خوف والاخرى اللي هي مثلا لعبه ديترويت ديترويت بيكام هيومن اللي هو شنو نعرض في معرض باريس تاع بلاي ستيشن انه هو شنو مثلا اللي شنو صار بالضبط ان امراه قالت ايه هي قصه هي اللي قلت ان اللعبه هذه انعرضت في معرض باريس صح انعرض بمعرض باريس اللي هو شنو صار المراه قالت انسانه على اساس تكنولوجيا هي تقول روبوت روبوت هذا المطور احنا جبناها في العشيه قبل حكينا عليها اللي هي كيف عندها مشاعر تقريبا المراه هذه يبدا عندها مشاعر غير الروبوت العادي الموجود في العالم عليك نور بالضبط وانه هو شنو في حتى المواضيع الاخرى مثلا فاي فانتزي اللي هو يصير له ريميك اعاده تجديد لعبه قديمه في طلعت في 2000 و تتبع نينتندو كانت لا 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 فاي فانتزي اللي هو في سوني طلعت في التسعينات وفي خبر واحد اخر اللي هو الاثر كل المحبين الالعاب اللي هو وفاه الرئيس شركه نينتندو اللي دار ماريو صح مزبوط اللي هو اسمها ساتورا ايواتا انت لما ذكرتوا الروبوتات اللي عندها مشاعر فكرتوني بفيلم والي لو حاضرينه والي اللي هو ريبوت يحب ريبوت تمام الاي اي اظني حاجه في فيلم هو اختصاره و يعني دبليو اي هو الاي تاع ديزني وحتى في فيلم اي روبوت تاع ويل سميث ويل سميث بس مشهور مشاعر لا في مشاعر شويه في الروبوت تاع اللي تحكي عليه انت اللي هو اي اي اللي هو العيل الصغير تاع امه بيتحول بني ادم حاجه كيف لا 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 نحكي على اي روبوت لا تمام وفي بدري انقطعتك على موضوع الالعاب الانيميشن اهم الرسومات اللي تم انتاجها في سنه 2015 تمام اللي هو خلينا نذكر الاولى والثانيه هي اهم الاولى هي مثلا دراغون بول كنا نعرفوها اعتقد اللي متابعين الانيميشن دراغون بول هي طلعت في الثمانينات وصارت انه هو نقله في الكرتون بعد شنو المسلسل الجديد هذا مش من درجه ممتازه يعني مش زي من زمان لما طلع مش كان مستوى مطلوب فتو في مسلسل واحد اخر اسمه وان بانش مان هو 12 حلقه ديرتها ستوديو نفس الشركه المنتجه صح لا مش نفس الشركه مختلفات اللي هو اعتقد هو شونن جمب بس دراغون بول الشركه بانداي حاجه كيفك وان بانش مان من ديرتها ستوديو ماد هاوس ماد هاوس اظن اعتقد انهم داروا اتاك اون تايتن داروا هلبا يعني انيميشنز هو مسلسل مش عادي وحلو لكن في 9 ما تم في 12 حلقه يعني 12 حلقه انا ننصح اي واحد متابع للانيميشن يتفرج عليه حلو باهي ادم بقول لك شكرا على كل المعلومات اللي مش عاديه نبدوهم بالقفطان لوان بانش مان واجدك واكيد السنه الجديده حتوتي لنا مواضيع هلبة واكيد حستفيدوا منك هلبة في التكنولوجيا وكل الحاجات ان شاء الله اللي لها علاقه بموضوع شكرا طيبين وانت طيب شكرا لك لو حابين تشاركونا بافكاركم وصوركم وحتى اخباركم تقدروا تكونوا انتم مراسلين برنامج العشيه تبعتونا على ايميل البرنامج اللي هو عشيه@218tv.net واحنا حناخذوا كل هذه الافكار ونحطوها في البرنامج بعد الفاصل من خلاصه ادم وشو صار في سنه 2015 حننتقلوا لليبيا واحداث مرت فيها سنه 2015 خليكم معنا2015 كانت كلها أحداث ونشاطات مرت بيهم ليبيا بعضهم كان محزن وبعضها كان مفرح إلى جانب الأمل باش نعرفوا أكثر خلونا نشوفوا هذا التقرير كيف عايشين قلت لهم هيدي بلدنا صرنا عليها معودين سياحة فن ومعارك الله الحامي الله مبارك يلي بده يجي يشارك
رغم الظلام وانقطاع الكهرباء المستمر اللي جابت الحرب في ليبيا، إلا أن كل يوم تنشلع شمعة من شمعات الثقافة والفن. وشمعة يوم أمس كانت من حركة التنوير الليبية اللي نظمت Voices of Youth Culture Art Novelty. شابتان في عمر الحلم تخطو كل فراشة منهما بجرأة، ناشئتان تطلقان معرضا اسمه نشوء في دار الفقيه حسن بطرابلس لمدة 3 أيام، اليوم يسدل ستار ختامه في عمل ليس كما يظنه البعض ناشئا، بل متكامل الأدوات الفنية والثقافية وممتلئ بالإسقاطات والتعبير الفني عن الحالة، فتحضر فيه الغزالة وباب طرابلس القديم واللباس التقليدي الليبي في رسالة مقاومة لكل تلك الأفكار الدخيلة. تحت شعار المسرح يجمعنا، كان الجمع في اليوم الثاني من أيام مهرجان زليطن الأول للمسرح للطفولة على ركحه، وكان حاضرا وبقوة الترفيه واللعب وسط تفاعل كبير من الأطفال الحاضرين مع ألعاب الخفة السحرية والغناء والرقص. واختتم هذا النشاط بمسرحية الوصية ببطولة تامة للأطفال المبدعين. استنى المدور عادي ابيض واسود خليها لهم ها حطها لها في الشنطه وين ياكل. الشوط الاول حمل كل المتعه وبالتحديد عند الدقيقه 31 عندما سدد مؤيد اللافي هدفا اوقد به شعله الجمهور الاولى. صاحب الهدف الاول اللافي أسس للمهاجم أمادو ليوقع الأخير على الهدف الثاني للنادي الليبي التي رشحت كفة الأهلي عندما سدد لاعبه الغني سيدي بي قبل أن يصدها مواطنه أبدولاي. هذه كانت أبرز الأحداث اللي شفناها في الفيديو اللي جهزتها لنا زميلتنا نسرين. مرحبتين. أهلين عمار وأهلين محمد، وعلي إحنا على مشارف سنة 2016. إن شاء الله كل سنة إحنا طيبين، وإن شاء الله كل سنة وليبيا إن شاء الله بأمان واستقرار أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. يعني. الأحداث اللي مروا معانا ما كانوش هادو مجمل الأحداث، بعضهم كي اخترنا شوية منهم. كانت من الأحداث اللي حكينا عليها كانت سنة مليئة، سنة الراليات كانت السنة هدية الراليات اللي كانت في مصراتة وفي الزنتان وفي هون، وكان نوع من تقدر تقول الشباب حد بيقول كلمة إنه بدل ما يتجه لجبهات القتال بيتجه لجبهات السباق، بيغير على الرياضات الجديدة يعني. صحيح، وكانت كل الرياضات هي كانت تتطلب حركة من الشباب وطاقتهم هيك، وكلها كانت تحت عنوان الإبداع والسلام. أيضا كانت السنة هذه أيضا سنة الأحداث الثقافية اللي مرت من التنوير اللي أعطت جوائز عدة، جوائز المدونين وجائزة منصور بوشناف، وأيضا اهتمت هلبة بالشباب وبالقصة القصيرة، وكان أيضا فيه وجود كبير للفتيات الصغار اللي كان عندهم مواهب فنية زي معرض نشوء اللي كان طفلتين ممكن لما يتجاوز 20 أو على بدايات 20. حتى تورات الكتب والتقافة اللي حكينا فيها اليوم محمد في الفقرة اللي كانت في بداية البرنامج اللي هي تحكي على المكتبة الصغيرة الجديدة اللي داروها في زوارة البنجانية، حكينا على مكتبات وعلى تجوال وحملات كثيرة، وحملة ليبيا تقرأ هاشتاغ ليبيا تقرأ، إيناس رجباني أيضا، كلها كانت هي في ظهور جميل للفتيات الصغار اللي يحبوا أنهم يقودوا ويديروا حاجات جديدة. أيضا كان فيه مسرح زليطن اللي كان شفناه، ايضا كان وجود جميل. لا ننسى ايضا مهرجانات درنا، وكان فيه مسارح مهرجان دوار المسرح. صحيح، حركات ثقافية هلبة السنة هذه. حتى للتوضيح أكثر نسرين، يعني في أحداث مرت ممكن أنتم تشوفوها أهم، يعني مثلا زي اتفاق الصخيرات وغيرها، ولكن إحنا جبنا الجانب النشاط، نشاط يعني جانب المجتمع المدني. جانب الجميل من الحياة. أيوه بالضبط، ابتعدنا على السياسة شوية في الفقرة هي. أيضا السنة هذه كانت سنة المباريات، أو لا قبل سنة المباريات كانت سنة حملات التنظيف اللي امتازت بها كل مدينة
بطريقة بطريقة وكانت أيضا إعلام المدينة على البداية الأخرى على بداية مرحلة جديدة زي ما دارت عنا في درنا وزي ما صار عنا في طرابلس وعدة مدن أخرى حبت في سبها أيضا وبنغازي أيضا كل مدينة حبت أن هي تتقدم هيك وتفتح بقى صفحة جديدة بتنظيف المدينة حتى تعتمد على ذاتها في ظل غياب الدولة الفترة الماضية صحيح. فكل مدينة تجهت وخلاص يعني قالت نبدأ لي بنفسي يعني تحسي إن الناس مشت هي بدها تتنظف وهي اللي بدها تهتم وتصين حتى في المجاري للأمطار اللي كانت يعني حتخش علينا في الشتاء بالضبط وأيضا عندنا سنوات السنة هذه أيضا سنة المباريات والاحتفالات الرياضية لنا وكنا فرحانين جدا بالمباريات الودية اللي صارت ما بين الفريق نادي الصنوبر وديبالا الأمريكي الكاميروني سوري أنا في الرياضة مش لا لا عادي عرفت الكاميروني وكان فيه يعني فوز باهر يعني تحت الظروف هي هي وين كانت الحاجة الحلوة اللي شجعت الناس كلها أن الأحداث المباريات هادو في طرابلس صحيح. يعني صارت في طرابلس وبحضور الجمهور يعني كان رجوع قوي للجمهور ولي وأندية دولية جد رغم الظروف الأمنية احنا شفنا في الفيديو حتى حملات تشجير منها حيبدأ في يوم 1/1 تم الترويج له ومنها أوريدي بدأ صحيح فشحكينا شوي على حملات التشجير حملات التشجير كانت مهمة جدا وخصوصي كانت في واحدة منهم في سبها واللي زي ما قلنا احنا ان سبها يعني منطقة صحراوية وكان حملة التشجير يعني فيها مهمة جدا على الأقل يعني التصحر اللي صاير في صحيح. المناطق هي يقل هذا غير ان الشكل يعني حسن وجميل صح. هذا غير الاستفادة يعني من ناحية البيئة وحلو تتعود الناس ان انا مدبية يعني كل فترة جاية كل حوش قدام مساحة يزرع شجرة ايه. عرفت بشوية هيك نبدو في المساحات الخضراء تزيد عندنا حتى لما انت تمشي تزرع شجرة تحس بقيمتها اكيد لان كده قدام تلقاها شجرة كبيرة تقول هذه شوف كيف كانت صغيرة وكيف خدت وقت باش تكبر يعني يزرعوا عند عقول الأطفال بأن هالشجرة اللي نشوفها في الشارع لها قيمة صحيح. لها مكان لها شخصية تبدأ متاعتك أنت درتها أنت زرعتها وتبدأ أنت تحافظ عليها تحس حاجة لك أنت ومسؤولية خاصة منك أنت شيء ايه. جميل هو نسلين إلى عالم المسرح عالم المسرح أيضا زي ما قلنا المسرح زليطن وأيضا في مسرحيات أخرى قامت في بنغازي كانت من الشباب وكان في إبداع جميل منهم يعني المسرح عاد بقوة السنة هذه المرج المرج أيضا كان فيه شحات غطيناه في شحات حتى هو كان في مسرح ومسرحيات كبيرة صحيح شاركوا فيها هلبة ما كان في تواجد جميل يعني بالنسبة لنا نحسها في رجوع جنين هيك للمسرح السنة هذه بعد ما كملنا المباريات اللي بنقول إن كان فيها تواجد اللاعب وحيد صالح اللي تقاعد في نهاية هالمباريات هي واللي ودعها الحكيم في المباريات هي اللي هو حكم في مباراة الأهلي أيوة وقلوب الصنوبر الغاني كانت آخر مباراة لي في التحكيم صحيح صح. كانت هذه آخر واحدة لي وبعدين عندنا السنة هذه أيضا الجانب المعارض معرض مش هو اللي قلنا عليه أيضا المعرض الصناعات التقليدية أيوة بالضبط حتى هو كان معنا السنة هذه فكان فيه هلبة معارض السنة هذه. طيب من الأحداث شو رأيكم شباب نغيروا موضوع الأبراج أو قبل ما نمشي الأبراج في حتى مجموعة كبيرة من الفنانين اللي رحلوا علينا السنة صحيح اللي منهم نذكرهم بالخير اللي هو زي الكاتب والشاعر أحمد الحريري صحيح محمد مرشان اللي أسوا محمد مرشان من الناس اللي أسوا الأغنية الشبابية في ليبيا صح. يعني هو من الناس اللي أسوها وكان برفقة كاظم نديم وكانت عندها هلبة أغاني أيضا أحمد حلمي كان من الناس اللي جددوا في الأغنية الليبية وبالمناسبة دي نحب يعني نتمنى كل الخير والصحة والعافية لفناننا الكبير محمد السليني أكيد. إن شاء الله ربي يطول الصحة وربي يرحم النجوم الباقيين اللي طالما حيستمر تاريخهم الموسيقي معنا صحيح حلو إلى عالم الأبراج إلى عالم الأبراج أنا طبعا خلينا نحكي شوية في موضوع قبل كل شيء أنا طبعا الأبراج الناس أنتوا عارفين السنة جديدة معناها الناس كلها ماجي فرح وما إلى ذلك وتتبع في البرامج اللي تجيب في الأبراج والمواضيع هذه أنا عن نفسي صراحة شباب من أمنش بأن البرج شن يجيب مستقبلا لكن آمن بحاجة اللي هي المولودين في فترة معينة يعني مثلا برجهم العقرب برجهم السرطان عندهم صفات تتشابه هذه نامن بها لكن الثانية للتسلية ومش غيبيات يعني المسألة يعني صحيح مش صحيح غيبية. مش غيبيات ولكن انتوا عارفين الناس كلها في الوقت هذا حابة يعني من باب التسلية تشوف شن فيه في الأبراج صحيح شنو أبراجكم شباب خلنا نبدأ أنا برج الميزان ميزان وانتي سرين الحمل خلونا نبدأ بالحمل بينتش من برج أنا العقرب جميل
طبعا برج الحمل يقول ان السنه هذه يتنبأ للافراد ان حتكون سنه رائعه، هذا اللي قالوه. مع ذلك فانا لابد من اتخاذ قرار بشان اولوياتك في الحياه وتركز انتباهك على سبل تحقيقها، وسوف تحرز تقدم كبير في اهدافك اذا كنت مبتكره. اسمع لحظه قبل ما تبدا، انا بدي نضحك انا من توابه دي. انا عندي مقوله ديما نقول فيها من يامات كنت نشتغل في الراديو، يعني يجيبوا لي فقره الابراج نفضل نضحك. علاش نقولهم ان لما نقرا البرج نتخيل فيه ينطبق على اي شخص، صح؟ يعني انت لو البرج ما فيش تخصيص فيه، صح؟ فهذه يعني من باب التسليه، هي نوع من انواع حتى النفسيه. انت نفسيا تحس هو والله سبحان الله نبتكر لازم انا ندير هيك، فهو نوع من انواع الايحاء. كمل. هذا هو طبعا كان هذا برج الحمل. نمشي برجك انت العقرب. برج العقرب شنو يقول برج العقرب السنه هذه؟ لا حنمشوا محمد برج السرطان. ايه برج السرطان من عندك؟ ايوه. لا مش برج السرطان، عم نمشوا برج الثور اللي هو يتكلم سوف نضطر الى مواجهه الصراع بين ذواتهم الداخليه والعالم الخارجي خلال العام. عليك ان تركز على تعزيز القوه العاطفيه حين تحقق النجاح المادي في حياتك. حتى هو نفس الشيء. حتى هو نفس الشيء. يعني هي نصائح عامه. اكيد. طيب تو كده الجوزائي حابين يعرفوا شنو عندهم. الجوزائي تنبأ بان هذا العام هو المثالي لاستكمال المشاريع المعلقه قبل ان يتولى اي شيء جديد، وقد تضطر الى مراجعه الاهداف الحاليه وتعيين اهداف جديده يكون عمليا في نهجكم والسعي للحصول على مساعده من شركاء وتحقيق اهداف. تقريبا نفس الكلام. لكن يلا استمر. برج السرطان محمد. برج السرطان يقول ينبأ ان مواليد برج السرطان سيكون متفائلا واثقا خلال سنه 2016 مما يضمن النجاح في مشاريعهم. يعني لو عندكم مشاريع من توا تاكدوا انه هو حينجح في سنه 2016. ما كان واحد صغير في السن مش كبير يعني. عادي طبقوا علي عرفت، مشاريع صغيره علي جدا. انت محمد السرطان ومخرجنا محمد حتى هو نوجه له تحيه، وايضا زميلتنا خلود السرطان. خلود حتى هي سرطان، معناها ان شاء الله برجكم اليوم السنه هذه حيكون مليح. برج الاسد خلود حيكون عندها مشروع كبير خاص ب، مش حنحرق المشروع، عندها مشروع كبير في سنه 2016. حلو. برج الاسد يتوقع ان وجود كوكب المشتري هذا العام الأسود، يقول عليه أن هذا العام سيكون أسود ليهم، مع فرص ممتازة للنمو في الحياة، وسوف يكون هناك الكثير من التفاؤل. هذا دار لهم زي الأسود وفي الجمال الفلبين، يعني قال له أن هذا العام سيكون أسود لكن في فرص ممتازة لنمو الحياة. ليش يزعلهم؟ بالنسبة لبرج العذراء يدعى بأن في سنة 2016 حتكون فترة الوعي الذاتي والإبداع، وفي نفس الوقت عليك أن تكتشف قدراتك الخفية والاستفادة منها بطرق جديدة ومبتكرة لتحقيق أهدافك في الحياة. في هذه العملية سوف تضطر إلى تغيير بعض الصفات الشخصية التي تشكل عائقا أمام النمو الخاص بك. نفسه الشبه هو، لكن حاجات طيب. ايجابيه. طيب نمشي لبرج نيل العقرب اللي يقول ان سنه 2016 تتوقع ان هذا العام. ميزان تو عمار؟ ميزان؟ ميزان ولا؟ ايه ميزان محمد. يلا. صح. الميزان يقول تنبؤات وتوقعات برج الميزان لعام 2016 مهنيا وصحيا وعاطفيا وعائليا وما يخص كل شيء ليه، ان البرج يجب عليهم استخدام قدراتهم الابداعيه لصياغه استراتيجيات لبناء مستقبل امن خلال سنه 2016. يعني فيه خلل عندكم، فلازم تديروا استراتيجيات كويسه باش يكون مستقبلكم امن، وينبغي اتخاذ قرار بشان ما يريدون في الحياه والشعور بالثقه من تحقيق الاهداف باش اموركم تمشي تمام. ليه شباب وبنات العقرب وصلنا فيهم عندنا في الاستوديو عمار طبعا. برج العقرب لعام 2016 يتوقع ان هذا العام سيكون حافلا من الانجازات على الصعيد الشخصي لك. سوف تكون هناك فرص لإجراء التغييرات الضرورية والمضي قدما في الحياة. سيكون لديك حيوية في الاستماع استمتاع عفوا بالحياة إلى أقصى حد. التغييرات الضرورية شنو؟ عمليات تجميل عمار مثلا يعني. ما تندريش بس اسمع، بس بقول لك حاجة للأمانة أغلب الأشخاص اللي نعرفهم من برج العقرب سواء من الأصدقاء أو الصديقات يحبوا يستمتعوا بحياتهم، وهذه صح حاجه موجوده فيه. صحيح. انا احب استمتع بحياتي. حلو. نمشي معك انت عمال القوس. القوس يقول ان 2016 سوف نرى تغييرات ساحقه في حياه القوس. كنت عازما على التنميه الشخصيه وسوف تكون موهوب مع الكثير من الفرص خلال هذه الفتره، وسيكون هذا هو الاساس للنمو الخاص بك. حلو. نمشي لبرج الجدي هالمره، وهالمره يقول بان يتوقع او يدعى بان في 2016 سوف تتعرض اهدافك في الحياه
تستعرض أهدافك في الحياة بشكل استراتيجي لتحقيقها خلال 2016، وسوف تحدد لك أهدافك بدقة وتستفيد من قدراتك. سوف تتعلم مهارات جديدة لتلائم الاحتياجات الخاصة بك، وسوف كل شيء سيكون في المجال الذي تريده. كل مشابه لبعضه يعني. الدلو يقول ان هذا الوقت الامثل لبناء العلاقات الاجتماعيه الجديده، يعني سنه 2016 هي الامثل ليك يا برج الدلو انك تبني علاقات اجتماعيه جديده. اي عم وريهم ماجي فرح طبعا اللحظه هذه. انت من المحتمل ان تكون جدليا، وهذا الشيء ما يساعدكش في الامور الحياتيه والمهنيه، وفي حاجه للذهاب من خلال التفاصيل الصغيره اثناء تنفيذ المشاريع. هذا بالنسبه للدلو. احنا نقول جيم از جيم، يعني اللعبه ما زال فيها برج واحد الحوت، وبحيث انه يقول انه يدعى في سنه 2016 للحوت انه يقدم الكثير من الفرص للنمو في الحياه لمواليد هذا البرج، ويعتمد على القدرات الخاصه بك لجعل استخدام للاستفاده من النجاح هذا في الفتحات المناسبه لمستقبلك. مواليد برج الحوت سوف يكون اكثر واقعيه في نهجه خلال العام، بخصوص ابداعك سوف تضطر الى الانتظار. يعني الحوت الوحيد اللي ما عندهش ابداع تعليق هو تخيلتيهم انه كلهم تخيلتيهم انه كلهم منطقوا عليك ولا ما تخيلتيهمش؟ انا حسيتهم هم كلهم نفسهم الحمل، كانك تخدمي كانك تديري في مقابل كل نفسك حاجات جديده، بس كلها لغرض التسليه يعني. بس احنا نقولوا مره ثانيه ان الابراج يعني هي مجرد، احنا بالنسبه لنا احنا ان هي مجرد لعبه، زي ما قلت لكم ممكن تكون في تشابه في الصفات الناس اللي تولد في نفس الفتره، العقرب ميزان الدلو الحوت الاسد، ولكن التنبؤات والمواضيع هذه يعني هذه عن الغيب. حتى شيء مهم، يعني في الماضي كان يسمى بعلم الفلك، إلى أن وصلت في سنة 2009 فرقوا وقالوا بأن علم الفلك هو العلم الخاص بالنظري والبحثي اللي هو في دراسة الكواكب بعدها وقربها من الأرض علميا فقط، ما ليش علاقة بشخصيات الأشخاص. وصنفوا في علم ثاني اسمه علم التنجيم، وهو يختص ويعتبره العلماء إلى هذه اللحظة هو علم افتراضي وخرافي لم يثبت صحته ولم يثبت عدم صحته، يعني هو مجرد افتراض فقط. فتم في سنة 2009 في أمريكا إصدار قرار بأن فصل علم الفلك عن علم التنجيم. في فرق ما بيناتهم؟ أكيد في فرق كبير، يعني شمي الفلك يعني قبل كان يستخدموا فيه العرب للاستهداء، عرفت، بالنجوم، وبعدين نجوا للتنجيم اللي خاص بالتوقعات المستقبلية، برغم أنه هو نقدر نقول أن علم التنجيم أكيد يجيب فلوس أكثر يعني متأكدة، يعني هو حتى نتيجة تصديق الناس لي حتى في مجال الابراج وفي نسبه في 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 في, في شقين، في جزء اللي هم يسموا فيهم اللي هم على اساس من العلم علاقتهم ان هم رابطين علم الفلك، لكن محمد قال ان في دراسه فصلتهم، ولكن اللي هم ماجي فرح وشبيهات اللي هم يالفوا كتاب بخصوص الابراج، وفي اللي يتنبؤوا ما عندهمش علاقه بالابراج اللي هم زي ميشيل حايك زي هدى عبد اللطيف وغيرهم من الاسماء اللي هم يقولوا في تنبؤات. نسرين انت جيتينا بفقره واحنا لخبطنا بفقره، طلعنا بفقرة ثانية معلش، بس حتكوني معنا في فقرة ثانية إن شاء الله. يلا. لكل من عنده موهبة قضية أو فكرة يقدر يبعثها لنا لبرنامجنا على البريد الإلكتروني عشية@218tv.net، ديروا هاشتاج واكتبوا عشية، وأي موضوع حابين تشاركوا فيه سواء حكينا فيه في الحلقة تعليق، ممكن كومنت حابين تعلقوه على أي ضيف جانا في الاستوديو وحتى علينا إحنا باش يوصلنا، ديروا هاشتاج عشية أو هاشتاج 218tv وإحنا حنطلعوا عليها. مواضيع تانية حنحكوا فيها وقصص وحكايا بعد الفاصل. طبعا 2015 العالم صور افكار احداث وتغيرات سياسيه وثقافيه، اليوم حبينا نسلط الضوء على ابرزها في نقاشنا البسيط بيني وبين محمد وبين نسرين. اهلا نسرين مره ثانيه. صحيح الاتجاه من الاحداث اللي من في ليبيا الى العالم. من معكم الحدث الاول؟ الحدث الاول شرطه الحدود المقدونيه تصدم بالمهاجرين. هذا امتداد لمشكلة الهجرة اللي احنا عارفينها واللي منتشرة عندنا في ليبيا ونعانوا فيها عندنا في ليبيا، هوني
مهاجرين يعني سوريين في أوروبا تقريباً. طبيعاتها في الخارج يعني هذا طبيعي يعني اللي صاير حاليا من حالة الحروب يعني اللي التغير اللي صار مؤخرا في العالم يعني أولا ملحوظ وثانيا مخيف بصراحة. يعني نتمنى بأن هذا في سوريا بس حتى في ليبيا احنا عندنا مهجرين أكيد. حتى في العراق في مهجرين في حتى اليمن في اليمن في مهجرين في مظبوط يعني صحيح. في دول مختلفة معظم البلدان غير مستقرة يعني بس ممكن في شيء واحد بس يعني بنوضحه شوية بأن في بعض المهاجرين أو اللاجئين يأخذوا في بعض الحقوق في دول أجنبية ويتم الحفاظ عليهم قدر الإمكان حين نقول هم مش مطالبين في الأخير ولكن لما يتم يمشوا لدول يعني شقيقة أو دول قريبة لهم ما يعملوش بطريقة كويسة وهذا الشيء نتمنى أنه هو يتغير يا سريف. نمشوا لحدث ثاني مرة في سنة 2015 وهو مهاجر يتسلق سور حماية في كالياس في كان في 3 أغسطس سنة 2015 وتم تصويرها يعني الصورة هذه وانتشرت حتى هي على الانترنت موجعة هلبة الصورة هي لما شفتها يعني تخيل أنت مهاجر ومازال يعني داخل لاجئ داخل المخيم ومازال بيطلع مازال بيمستمر حلم الهجرة عنده مازال مستمر مازال طبعا أسلاك شائكة اللي هو أسلاك شائكة ومتحمل هو مهاجر اوريدي شدوه مازال بيطلع يعني المهاجر ما حدش يعرف نفسيته إلا اللي فعلا هو لاجئ ومعاش في مكانه طبعا صحيح. الصورة الثالثة نسرين هي كانت يوم 8 يونيو الصورة هذه صورة مميزة هلبة اللي هي لحظة انفرادية ما بين باراك أوباما وأكيد ميركل طبعا خذت صيت هلبة اللقطة هذه في وسائل الإعلام في المجلات في مواقع التواصل الاجتماعي يعني حسوها شوية إنسانية عليه كوميدية عليه حتى عليها تعليقات كوميدية يعني ميركل فاتحة يديها وأوباما مقعمز يعني كانت غريبة الصورة شوية هو بس يوريك الجانب الثاني من الرؤساء والسياسيين احنا ديما عندنا جامدين بس هم بشر في الأخير أيوة يعني. زي في صور خاصة ديما نتفكرها للجيفارا قبل تلقاه هو مقعمز ولا يسمع للأغاني ولا حاجات هي فتورينا الجانب الإنساني من السياسيين صحيح هذا على ميزتها فهمي حلو دائما احنا نقولوا الباباراتسي او هم ملاحقين المشاهير يختاروا في الصور اللي من زوايا جديده صحيح بلاش لانهم هم يتم بيعها عن طريق الانترنت يعني توصل اسعارها ملايين الدولارات من صوره معينه فهمتي نمشوا لصوره ثانيه ومن جانب يعني احنا نقولوا الجانب المخيف من العالم هو جثمان آلن الكردي اللي حكينا عليه قبل شوية مع آدم يلي انتشرت يعني اكتسحت كل السوشيال ميديا في العالم بس تمنينا ان الانتشار بتاعها كان في ردة فعل اكثر من صحيح يعني الكل تفنن في رسمه وصوره وكتابة التعليقات صحيح وهذا يفكرنا ان جميع الاطفال في جيت الدول العربية او جيت الناس المهاجرين يعني هذا مش اول طفل يعني قبل كان عندنا محمد الدرة ايضا تفكروه يعني حتى هو صار رسمه صحيح. يعني اكثر مما صار رد فعل على ارض الواقع مزبوط. فهذا هو يعني الاطفال هم اللي يعانوا في الويلات هي وزي ما قال محمد ان نتمنين ان ردة الفعل تكون قوية رغم انه كان في ردات فعل قوية زي مثلا من المانيا اللي هي فتحت للمهاجرين يعني باب واسع وكبير ما توقعوش الناس كلها اتمنى انه يكون في موقف زي هذا من الدول الشقيقة والمجاورة ليهم على الاقل حتى اقل من باب المساعدة خطر. من باب حتى أقل خطر يعني معقولة باش يمشي لأوروبا عن طريق البحر وغيرها نمشوا للصورة الخامسة اللي هي ثورة بركان كالبوكو في تشيلي طبعا البركان هذا لما فاض زي ما انتم شايفين الصورة بتاعه صحيح البركان هدايا يعتبر من أكبر البراكين ويعتبر يعني لما جاب ينفجر الشرطة غاديكا وعمليات الإنقاذ قامت بإجلاء حوالي 2500 عائلة أو أسرة باش تفضي المكان هذاك فتصور يعني مدى يعني القطر الكبير اللي ممكن أيوة النتيجة متاعها فكان يعني من الصور المهمة جدا السنة هذه ومن الصور الكوميدية شوية احنا نقوله اللي صارت كانت للاعب الشهير بولت يعني كان في مسابقة بكين الدولية للجري 200 متر صحيح. وهو يعني يجري بعد ما هو فاز طبعا النص اللي هو يجري اصطدم بالكاميرامان او صاحب الكاميرا وصورهم واحد ثاني الصوره كيف هم مصطدمين في بعضهم يعتبر من اسرع رياضيين هو وايضا هذه توضح لك ان الباباراتسي او مصوري الفضائح من اكثر الناس اللي ممكن يديروا اي شيء باش يحصلوا صوره ايه مضبوط نمشي لصوره مختلفه شويه عن الصور اللي شفناها طبعا هي لها علاقه بالاتحاد العالمي لكره القدم الفيفا نثر العمله فوق سيب بلاتر اللي هو رئيس فيفا في 20 يوليو في غرفة كان عنده مؤتمر صحفي فمعه اللجنة التنفيذية للفيفا في زيورخ فجأة يوقف واحد من الصف الأمامي اللي حاضرين المؤتمر هذا ويتوجه نحو بلاتر
ويلوح فلوس اللي بيجيبوا لي فوقها، هي كانت اشاره انك انت يعني مثلا مرتشى طبيعي، هو لانه صحيح لانه هو تو حاليا يتهم بقضيه لها علاقه باخلاق المهنه والفساد وعدم الائتمان في العمل بتاعه، وتقريبا حوله وحطوا حد غيره، وهذه مش اول قضيه ليه. طبعا توجهت لها انتقادات كبيره بخصوص مجموعه كبيره من المواضيع، من بوش نذكرها اللي تخص حتى الاحداث العالميه كاس العالم وغيرها، الرشاوي اللي اخذتها الفيفا او هو سيب بلاتر، فهذه كانت معبره جدا الصوره. صحيح. نمشي لصورة جديدة، وزي ما نعرفه بأن كان في هلبة حركات فلكية وظواهر فلكية مختلفة في 2015، وأبرزهم حكيناهم مع آدم، ولكن توا نشوفوا صورته اللي هو خسوف القمر الدموي واللي كان في 4 أبريل سنة 2015، يعني في النصف الأول من سنة 2015، وزي ما ذكرنا أن أول سنة يصير فيها 4 مرات خسوف للقمر في سنة واحدة، وهذه ما صارتش قبل هيك، فهذا علاش ممكن هالسنة تم التركيز على هالظاهرة. وكان أقرب نقطة للأرض زي ما قلت أنت مبكري، وأيضا في الشرق الأوسط كان واضح جدا للرؤية فيه، وخصوصا في جهة في القاهرة وفي مصر كان واضح جدا. غالبا ناس خدوا سيلفيز معاه في الليل، في ناس استنت في الليل الساعة 2 أو الساعة 3 باش يبان وخدوا معاه صور. أنا طبعا هذاك اليوم كنت آخر من يعلم، نعرف إنه هو حيصير خسوف في تونس، أعتقد كنت عم صح مش تقريبا كنت في تونس، لكن كنت آخر من يعلم به الحدث، كنت راقد الصبح لقيتهم كلهم مخدين سيلفيز نازلينهم في تويتر، قلت له كويس صح عليك. نمشي لصورة صورة ثانية اللي هي مسيرة التضامن مع احداث تشارلي ابدو اللي صارت في فرنسا. طبعا العيون اللي قاعدين تشوفوا فيهم في الصوره اللي شكلها الجمهور هم لستيفن تشارفونير اللي هو رئيس تحرير مجله. ايش رايك بموضوع ستيفن؟ كانت وقفه جميله منهم، واكيد الموضوع اثر علينا هلبة كعرب، وخصوص الجاليات العربيه الموجوده غاديك في فرنسا، يعني عانوا هلبة من الحساسيات اللي صارت بعد الموضوع. يعني طبعا نذكروا ان الهجوم اللي صار على الصحيفه المجله كان من قبل أو نسبة لتنظيم داعش الإرهابي، فكانت وقفة جميلة في مختلف دول العالم بخصوص الموضوع هذا. مظبوط. وإلى يعني مضيق سيشيليا، بحيث تم إنقاذ في 2015 يعني أكثر من 3000 مهاجر من اللي نشروا صورتهم أطباء بلا حدود في عملية الإنقاذ في الموجة اللي صايرة من المهاجرين واللاجئين اللي حاولوا أن يهربوا من الجوع والحرب على حسب الدولة. يعني في اللي يهرب من انهيار الاقتصاد بتاع الدولة بتاعها، وفي اللي يهرب من الفقر، وفي اللي يهرب من الحرب، على حسب كانت أسباب الهجرة تتعدد، لكن ديما المصير واحد. زي ما شايفين صح مظبوط. وزي ما ذكرنا بان في ليبيا في هلبة يعني حاولوا للاسف يعني اتجار بالبشر. صحيح. بالبشر يعني ان هم ياخذوا مقابل قدام كم واحد يرفعوه، كم واحد يوصلوه لاوروبا، ويوعدوهم طبعا بانهم حيوصلوا والمركب يعني يركبوا فيه اكثر من أكثر العدد المحمول وما الى ذلك. تجاره. وديما نقولوا بان المسؤول الاول والاخير في هذا الموضوع هو الجهات الحكوميه والامنيه، المفروض تضبط يعني هالشيء. صحيح. بالفعل شيء مأساوي ان نشوف احداث زي هذه. اتمنى السنه الجايه ما يكونش زي اليوم، ما نحكوش على احداث زي في جوانب يعني اكيد مش حتخلو من الجوانب اللي زي هذه، بس تكون اقل شويه اكيد انسانيه. خلونا نمشي لصحيفه الجارديان البريطانيه اللي هي نزلت صوره الطائره اللي طاحت فوق اوكرانيا بصاروخ روسي، اللي هي بقايا رحله الطائره الماليزيه MH17. صحيح. هذه كان في تقريبا نفسه هو يتحدث اللي كان في التقط الصوره. ايوه في التقط الصوره، وكانوا عاشوا اللحظه بلحظه، عرفت تحطم الطائره. قعد يوسف فهنا كيف اصطدم الصاروخ بجسم الطائره. صحيح. فالناس تعاطفت معاه هلبة. اكيد اكيد. زي ما نعرفوا بان مرت في 2015 هلبة احداث صعبه على العالم بصفه عامه وصعبه على ليبيا بشكل خاص، ولكن دائما في الصور المميزه والمختلفه وغير المعتاده واللي ممكن تخلينا نتساءلوا كيف صارت. منها الصوره هذه اللي كانت في سويسرا في جبال الألب، كانت في حبل مربوط بين جبلين وشخص يمشي بيناتهم، وبان كانه هو يمشي بين السحب، حبل بين السحب. فيعني كان في 26 سبتمبر في سنة 2015 تم التقاط هذه الصورة زي ما قلنا في جبل إبري ألب السويسري، وتعتبر هذه الصورة من أكثر الصور المميزة اللي مرت في سنة 2015. صحيح. يعني لما أشوف حاجة زي هذه فعلا، ولما شفتها يعني فكروني بالناس اللي تحاول مخاطرة منهم شباب الباركور، مش عارفة علاش فكرتهم في زوارة أن حتى هم يحاولوا يخاطروا هيك، كان شيء جميل يعني. يعني علاش الانسان ممكن يقدر يدير حاجه زي هي او يعرض نفسه للخطر؟ وقالك على اساس اكثر من واحد طاح منه، حاول يديرها بس كان مربوط بحبل الامان. لا، اكثر من شخص، 20 شخص
كانوا يتناوبوا على المرور على الحبل هو بس كانوا يطيحوا كانوا مربوطين بس لما يطيحوا يعني. كان يشدهم حبل الأمان أوكي. طبعا هي شوي تخفينا لأفلام الخيال العلمي للكرتون للرسوم زمان نديم احنا واحنا صغار خاطرنا نمشي فوق السحاب سنبل اكيد فلقطة الصورة هذه كانت فكرة مميزة هلبة الحال خطيرة تذكر في نهاية 2015 هذه اعتقد ان ابرز الصور المميزة كانت مرت في سنة 2015 في العالم حبينا ان اليوم نديروا زي احنا نقولوا بحث كامل على شن اللي يميز سنة 2015 من كل النواحي بس ابتعدنا شوية عن السياسة لأنها تركناها لأهلها ممكن شباب الأخبار ذكروا هلبة في نشرات أخبار على مواقف سياسية وأحداث سياسية مرت في العالم أكيد بسنين نشكرك مرة ثانية شكرا لك محمود شكرا عمر شكرا لك أكيد بعد الفاصل وكل من تابع فينا خلوكم أي حد عنده موهبة عنده فكرة حتى قصة ممكن تكون قصة نجاح قصة كفاح قصة إنسانية تواصلوا معنا على بريد البرنامج وعشية@2018tv.net بعد الفاصل الفنان الليبي الشاب محمد شليبك يختم معنا حلقات العشية لسنة 2015 خليكم معنا امتاز بإتقانه لعدة أنواع من الفن الشرقي الغربي الريغي والشعبي ليه محاولات عربية في برامج الهواة وليه محاولات ثانية في الفن والأغنية الوطنية باش نعرفوا أكثر عليه ضيفنا خلي نشوف التقرير إخوي ابن العام يكفي دوع العين يكفينا حزن وهم محمد شليبك الفنان الليبي الموهوب اللي تميز بعدة أعمال وطنية وعاطفية وقدر يكسب قلوب وحب المتابعين بأغانيه أسلوب محمد في الغناء هو خليط بين الغربي والشرقي مع التنوع في الأداء بالإضافة لعزفه آلة الجيتار مما يخلي الهرموني بين الصوت والموسيقى قمة في الروعة خلي وراك الأمس وشوف البكرة شوف البكرة خلي وراك الأمس شوف البكرة شوف البكرة من جديد الفكر شليبك يحب يتميز على باقي الفنانين الليبيين فهو يعتبر من أوائل الفنانين الليبيين اللي غنوا أغاني كفر واللي هي عبارة عن نسخة عن أغاني معروفة لكن بأداء هو ما يدوش تلعب عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة للا بسف على دروش انت بغية واحد يكون دم وبال ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة يكون راجل مرة للا بزاف على درويش المسارح لها مكان في حياته والشوارع والحفلات بالنسبة ليه مش مهم المكان المهم يوصل الأحساس إحساس الصوت قلبي كبير وعشقك كتير ما لخير شوق أحتاج لا تنفس أنا عشقا شوق قلبي كبير محمد شليبك فنان وصوت مختلف وراقي وتلون بالليبي العربي وتميز بشكل رائع في الغربي
رحبوا بالفنان الليبي عبر الأقمار الصناعية محمد شلابك في برنامج العشية، ونقول لك مساء الخير. مساء النور حميدة، مساء النور عمار، مرحبتين بكم وبكل متابعي قناتكم. أنا قاعد متفاجئ بالفضايح اللي مطلعها عندها حالياً على الشاشة بروبرتاج الحلو هو اللي درته أكيد، فتحية طيبة ليك. وحسيت مش مطمن من اللايكات من أمس الصفحة، حس في شخصك قاعد متنقل بالصفحة يدور بهلبة حاجاتك، هلبة نخاط ضعف في الموضوع. لزوم الشغل قالوا يا محمد. أنسني شليبك في أكيد. برنامج العشية والله شليبك شليبك بداية انتوا اللي منورين الشاشة ومش نكتر معك بدو خلي لك يلا نبدو الحوار. شفناك في الغربي العربي الليبي وحتى في الشعبي، شنو النوع اللي تحسه أقرب ليك؟ والله لما تجي تشوف انت النوع الأقرب ليك يعني ما صعب انك انت تاخذ لون معين تقول اقرب لي، الا البني ادم اللي ما يقدرش يغني جميع الالوان مثلا، يعني نقدر نقول لك بطريقه زاهيه. بس مرات انت تعجبك اغنيه معينه في الغربي، مرات انا ما غنيش في غربي بس في اغنيه معينه عجبتني، مرات في الشرقي مرات في الخليجي. بس بصدق يعني ميولي بالذات حتى الجيتار وللون الخليجي، الفولكلور الخليجي، الفرش الحلو هو اكثر شيء يعني ميولي لي. وانا طبعا في اغنيه نحبها هلبا ليك في الخليج ديما نقول لك غنيها لي، حنقول لك عليها بعتالي لما سمعنا حاجه. طيب محمد يعني تو هذا اللي انت شنت يعني تحس انه هو قريب ليك، طيب في ليبيا شنو هو اللي انجح؟ هل الريغي الشعبي اللي باللغه العربيه اللي باللهجه الثانيه، شنو هو اللي ينجح اليوم في ليبيا؟ طيب اوكي، هو طبعا يا محمد بالنسبه للموضوع هذا يرى موضوع كبير هلبة وبين قوسين، يعني ممكن يبي حلقه كامله حتى توضيحا للناس وتوضيحا للناس اللي تابع فيكم على 218. بس باختصار يعني اللون اللي نجح توا طلعنا او طلعوا الفنانين بفولكلور جديد بالايقاع شعبي، لكن فولكلور بالحان تقدر تقول بعيدة شوية على الجو اللي احنا نقوله قبل كان شن فيه، قبل فيه مرسكاوي او ريغي يعني حاجات من التراث الليبي او اعمال ليبية. هم حاولوا انه يدمجوا او بالاحرى نقدر نقول انه طوروا شوية من ناحية الالحان، خلوا الايقاع سريع خذوه بصراحة يعني توفيق البناس يقولك انه حتى الكلام ولا كلام سوقي او ان الكلام معاش كلام يعتبر فن. بس انا مش شايفها بالنظره هذه، لان هي نشبح معها نبي نظره ان الناس خذيت العمل بكلام واقع اللي صاير فعلا يعني برا اللي تقول فيه هنا واللي تقول فيه انت واللي يقولوا فيه الناس. فاختاروا الكلمات هي اللي موجوده في البلاد ودمجوها باغاني زي ما نقول في الكلور، ايقاع شعبي سريع حلو وبالحان جميله ثانيه مختلفه على الاعمال الليبيه الاولى. ودائما اكيد ضروري احنا نطمحوا للتطوير، مرات في تطوير ناس تشوف فيه سلبي في ناس تشوف فيه ايجابي يعني. طيب شليبك انت غنيت الاغنيه الشعبيه نقوله بطريقه مختلفه او جديده شويه، انت مع تطوير الاغنيه الشعبيه واضافه مثلا عليها كلمات ممكن مختلفه ما كانتش في السابق تتغنى؟ بالعكس احنا تو الفكرة الجميلة اللي نتمنى من كل الفنانين اللي يشتغلوا حاليا، عندنا أعمال ليبية قديمة بإمكان انك انت تطورها ما فيش باس، ما هيش تعتبر حقوق ان هي خلاص يعني تغنى بها شخص معين الله أعلم هو متوفي او قاعد حي او يعني اي فنان فنانين القدم. بس عندك أعمال حلوة بإمكانك انك انت تطلعها وتطورها بنفس الألحان ولكن بتوزيع حلو بكلمات أحلى ممكن فيها إضافات. على سبيل المثال مثلا زي شاب جيلاني وعيوني سهارة، دمج أغنيتين من الأعمال القديمة وضربت في الوطن العربي مش في ليبيا بس يعني. فنتمنى من الفنانين إن عندنا أعمال قديمة حلوة وجميلة يقدروا إنه يطلعوا بها من جديد. حلو. طيب محمد أنت شاركت في برنامج هوات قبل هيك اللي هو Arab Got Talent، هالمشاركة هذه هل تحس بأن هي أضافت لك شيء رغم أن ممكن ما نعرضتش يعني كاملة أو نعرضتش الكواليس اللي أنت شاركت فيهم، ولا تشوف بأنها محطة فشل في مشوارك الفني؟ لا بالعكس، ما فيش محطة نجاح إلا ما وراها هلبة عثرات وهلبة هلبة هلبة خطوات حتكون يعني منها تكون فيها فشل، لكن بالنسبة لي بالعكس ما يأثر علي شيء، يعني البني آدم يبدأ واثق من نفسه يعني عادي. الظروف اللي احنا فيها او الظروف اللي موجودين فيها في البلاد ممكن تأثر شوي صح اوكي، ظلمة هلبة ناس
بس مع هذا بالعكس، لا بالعكس، يعني في البنات يقولوا لي انت قاعد لحد الان ما خدمتش ولا اغنيه، انت قاعد لحد الان ما شفناش منك اغنيه في سي دي في البوم في شيء، بس بالعكس. لكن كل واحد لازم يعرف كل خطوه يعرف وين يحطها، بس لكن بالنسبه للفشل بالعكس عادي. طيب شليبك أغنية شوق اللي شفناها في التقرير قبل شوية كانت كفر بصوتك، نجحت نجاح كبير على الفيسبوك، مئات شيرز، عشرات الألاف من المشاهدات حصلت، يعني نجاح كبير، لكن هي الأغنية مش ليك، علاش ما شفناش نجاح هذا في أغانيك الخاصة؟ في أغانيك الخاصة باهي أغانية الخاصة، أنا هذه طبعا تبي إنتاج، تبي توزيع، بس أغنية شوق ما فيهاش إنتاج، يعني فيها جيتارة وصوتك أنت وإحساسك وضربت. هي هذه أنا الفكرة اللي درتها أنا سوا تو في أغنية شوق في النقطة هي، لأن هلبا يسألوا فيها حتى عن النقطة هي بالنسبة لأغنية شوق أو أغاني اللي بيا اللي موجودة في السوق. الفكرة متاحة إني أنا الأغنية هي انشهرت بلون معين، أنا نحاول بقدر الإمكان إن نطلعها بلون هنا نفس الأساس محفوظة باسم الشخص بنفس اللحن، لكن بلون محمد شليبي. يعني حتى في أغاني ليبية بإيقاع، يعني لما تسمعها في سي دي تسمعها بإيقاع ليبي ومتاع سبيد ومتاع شطيح يعني ناشطة، بس أنا نقلب فيها ونعطي فيها بلون الجيتار، نقلب خلي فيها نفس اللحن ونفس الأغنية للفنان مع حقوق المحفوظة طبعا للفنان، بس ناخذ فيها بلون هنا بالجيتار. هذا الشيء المميز كان لناس حباتها بالنسبة للبيج عندي في الصفحة. ايه بس طيب. إن أغنية خاصة لي أنا حرام إن هي تتغنى بجيتار بس. طيب شليبك المفروض إن نطلعها بتوزيع كامل. شليبك بما أننا توا مفروض نسمعوا منك حاجة، أغنية شوق سمعناها إحنا في التقرير، لكن كانت تبي تسمع الناس حاجة منها لايف عادي، لكن أنا الأغنية اللي نبيك تسمع لي منها شوية هي الغرقان صوتك أنت. اللي هي؟ الغرقان. بس ما سمعتكش. الغرقان. غرق الغرقان أكثر. الغرقان. إيه. بصراحة صوتك يعني جدا جميل. باي قداش عندي تايم بس مش لا يلا اعطينا منها شوية وصلة تنقولولك. اوكي يعني خشوا في الاغنية طول. ايه يلا هاي يلا على طول. ان شاء الله المخرج بس يعطي شوية افكتك للموضوع والايكو. لا والله ما محتاج يا شليبك. لا محتاج على الهواء ومن بعيد وانتم هنا وهنا غادي. افهمني يا مخرج ما تعدلش عليها مره. ويا لا غرق الغرقان كتر، ويا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا غرق الغرقان كتر، جيت وشبك حبيبي من بعد طول المغيبي ولا ناوي يا حبيب غرق الغرقان اكتر قول اني ما اهمك يا برورة والله دمك، كنت في عيني اضمك واتغزل بك واسهر، تقول اني ما اهمك يا برورة والله دمك، كنت في عيني اضمك واتغزل بك واسهر. الله عليك يا محمد منور يا ودي من غير افك مش محتاجين افك. صعوبة اذا نسمع في ايكو عندي في السماعة فكان في حد دو في ودني هنا يزبل علي يقول لي لا ما تغنيهاش، حاولت بقدر الامكان ان اطلعها ان شاء الله طلعت صوره كويسه. لا حتشوفها في الاعاده حاجه ممتازه. محمد بنمشي لموضوع مهم جدا فنبي منك صراحه في الموضوع هذا، يعني عندنا احنا في ليبيا شعراء وملحنين شباب جدد هلبا وقدموا لك انت اعمال وقدموا لغيرك اعمال، هل انت تشوف ان مستواهم مازال ما يلبيش طموحاتك انت كفنان وطموحات الفنان الشباب، ولا مستواهم عالي وجيد ولكن الانتاج هو اللي فيه المشكله؟ هو عندك المشكله في حاجتين. بالنسبه للشعراء عندنا افضل شعراء موجودين في البلاد، ملحنين عندنا ملحنين افضل ملحنين في البلاد. المشكله عندك حاجتين في الانتاج وفي التوزيع. في التوزيع انا لحد الان قاعد مش فاهم نقطه
الموجودة في البلاد. معنا عندي هلبة موزعين من أصدقائنا في ليبيا ايه؟ وممكن حيزعلوا مني من النقطة هذه بس لينا هذا الواقع بصراحة. يوم اللي نشوفه احنا كل ألبوم ينزل خليني من الأعمال توا نحكي لك الألبومات اللي تنزل توا في السوق اللي تنسمع عند الليبيين. لما جيت تشوف أنت التوزيع تلقاه توزيع تونس. ما فيش سي دي ينزل إلا ما تلقاه ناجح تلقاه توزيع تونس. علاش أنا لازم نتمرمط ولازم نمشي لتونس لازم نسافر باش عينين نسجل غاديكا تمام مع الظروف اللي موجودة هذه مرة مطار مسكر مرة رصاصات مسكرة مرة كذا يعني في راهو في 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 تعب في الموضوع كبير صح. هذا من غير الإنتاج. لكن أنا نقطة يعني أوكي يعني الناس الموجودة غادي في شيني خير منكم صحيح. كفنانين كموزعين عندكم لكن وفروا لنا إمكانيات حلوة. طول الموزعين كلهم زعلانين من الفنانين علاش يمشوا تونس يسجلوا علاش لأن كتوزيع ما عناش توزيع ما عناش كواليتي صوت. عنا فنانين لحظة أنا نتكلم على توزيع لكن فنانين عنا عنا فنانين ومن أفضل فنانين بجديات من عازفين كيبورد من كمانجات من ناي من عود صحيح. من شنتبي بصراحة يعني لكن التنفيذ في الاستوديوهات للأسف هذا اللي ناقصنا احنا وناقص كل الفنانين بصراحة. شليبة كانت جت لك وزارة الثقافة أكثر من عمل واللي ما قدرش هلبة فنانين عمل عمل عمل, عمل واحد مع هنيدة كان صح؟ عمل. اللي كان مع هنيدة بس اوكي لا الاثنين ليبيين مع هنيدة مش تبعيني انا مجرد مغنيت فيه بس هو كان يتبع لكن كان انتاج وزارة الثقافة حتى هو اوكي ايه انتاج لكن مش تبعيني الانتاج بس يعني للتوضيح هذه نقطة طيب التجربة هذه ممكن غيرك من الفنانين ما قدروش اصلا يحصلوا اي شيء من وزارة الثقافة ليش هل كان انت مثلا العرض اللي قدمته لوزارة الثقافة يتماشى مع مثلا معاهم اكثر او كنت محدود بالعكس بالعكس على فكرة أنا راو في العقد اللي درته مع وزارة الثقافة أنا كنت يعني جيت في الرمق الأخير يعني زي ما يقولوا لحقت في الأخير يعني فلكن الموضوع اللي صار بالعكس يا أخي في هالبناس أخذت عقود ما كانش تستحق بصراحة يعني نقولها على الهواء أنا حاليا في هالبناس ضربت عقود بأرقام خيالية بأرقام يعني تنصدم ولما جيت تشوف نوعية العمل تلقى العمل يعني لو تشوفه هيك نقول ما يستحقش حتى 5000 مثلا تقديريا مثلا لكن هو تلقى ضرب عليه رقم وقدره لكن الرقم هذاك ما نصرفش على العمل كان في نوع من البزنس في الموضوع علاش أصلا هو تسكر بعدين كان في نوع من البزنس في الموضوع انه ياخذوا في عقود بأرقام أكثر والأرقام هي تتحول بعدين وهذا كله ما نلومش عليهم هنا كنا في ظروف احنا ملخبطة كنا في ظروف يعني انت تعرف الشيء ذا فاهم طيب محمد شريبك انت قلت شيء مر في خلال الحوار معك واني ركزت فيه يعني انت عندك نقدر نقوله اكثر من 5 سنوات وانت عندك اغاني وطنية عاطفية في حضور على الانترنت كويس ممتاز مقارنة ببعض الفنانين يعني اللي اقدم منك ولكن بعد يعني اكثر من 5 سنوات وما شفناش لا البوم كامل ولا حتى تخطيط لسناقل تنزل يعني عاطفية ليك أنت شنو المشكلة وين السبب؟ نرجع لنفس النقطة بالنسبة للألبومات لو كان على ألبومات وبالنوع اللي فلكلور اللي نازل دوا موجود في ليبيا واللي مسيطر عليه الأذان الناس الموضوع هذا بيكلف نفس الشيء تبي تكلفة يبي مبلغ وقدره ويبي سفر لتونس مع الظروف اللي فيها احنا توا وفي الأخير مش حيكون في جهة منتجة للموضوع حيكون في جهة معاونة نقدر نقولك طيب يعني زي الشركات الموجودة في السوق يعني انت بيكلفك الألبوم مبلغ معين يوم اللي بتعطيه انت للشركة هي بصفتها شو بدي لك حتوزع لك بتسوق بتطبع وتسوق وحيعطيك ممكن 20% من تكلفة المبلغ اللي صرفته انت يعني ولا شيء انت مش كاسب شيء ويخي انت خاسر بهلبة مجرد انه هو اسم فالمشكلة اللي عندنا احنا مشكلة الانتاج وبرضو التوزيع زي ما قلت لك عندي مجموعة اعمال سناقل انا عاطفية هيك لناس معينة بس ما قدرتش نخدمها هنا يعني تبدأ بأول خطوة حتكون بتوزيع فاشل أو توزيع مش كويس حرام صحيح. يعني نخدم صحيح. حاجة على صح من الأول يلا هذه النقطة أنا القناعة اللي ماشي بها بس طيب مزبوط. محمد احنا كلنا نعرف أنك أنت في الوقت الحالي أو تشتغل في الوقت الحالي مذيع راديو تجربتك في الإعلام هل صغرت من حجمك كفنان ولا لا ولا زادتك هل شيني تجربتك الإعلامية هل صغرت من قيمتك الفنية ولا لا ولا ما أثرتش وضافت لك صغرت صح
لا بالعكس، لا بالعكس. بالنسبة لي أنا ما ننكرش إن هذه وسيلة من وسائل اللي خلت اسم محمد شليبك متداول. يعني ما نقدرش نقول ولو حتى 20% بين الناس يعني. لكن هذه وسيلة من وسائل اللي هي خلت اسم محمد شليبك. لكن ما تحسش إن الجمهور يحتاج أحيانا ممكن الفنان يبعد عليه شوية لفترة باش يجيهم مرة جديدة بأغنية جديدة وباش يتفاجئوا به من جديد؟ ما تحسش إن كثرة استماع اللي يسمعوا صوته أكثر يحسوا إن هو معاش ولا فنان ولا ممكن مذيع راديو أو شخص قريب عليهم أكثر يعني؟ ما شوف ما تنساش يا محمد حتى ان انا اوكي مقدم برنامج بس مش طالع من دائرة الفن. مقدم في برنامج يعني يعتبر حتى هو ميوزك فني يعني. انا قاعد في الدائرة، موجود في دائرة الفن. ما طلعتش يعني، يعني في الاخير نخلو الخبز لخبازة زي ما يقولوا. خلونا في الفن. لكن انا حتى خشيت على الاعلام توا، جربت مش ما جربتش، لكن لقيت روحي هنا في البرنامج هواي يعني في دائرة الفن بصراحة. الفن حلو. حل محمد، نبو أغنية ختامية نختموا بها، مش بس الحلقة، بنختموا بها موسم برنامج عشية ل 2015. فعلى ذوقك. من حظي، من حظي يعني جيت في نهاية السنة على طول. من حظنا. معنا بنشوفكم السنة الجاية. أي السنة الجاية حنشوفوك في بشكل مباشر يعني في واحدة من أعمالك الجديدة. يلا سمعنا حاجة. من عيوني. حاجة أوكي. يلا 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 نسمع حاجة بالتبوء ليبي ولا حاجة عادي منوع على ذوقك. على ذوقك. يلا نستأذن أنا بنحي اسمع شوية بس. ما نبكيش إن كان عزيز علي يتخلى، ما نشكيش المشكل غير الله مدلى، ما نبكيش إن كان عزيز علي يتخلى، ما نشكيش المشكل غير الله مدلى. نجرح نشيله في صدري والله ما نواتي قادر، نجرح نشيله في صدري والله ما نواتي قادر. شليبك بنقص عليك شوية، تواني سامحنا محمد ولا نسمعش فينا لأن السماعة فيها مشكلة. عموما هو شال السماعة محمد على أنغام. محمد ما بيغني وكده بيستسمحنا بيحط السماعة. شليبك طبعا صوت أنا إحساس حضور، صوت إحساس حضور ما يختلفش عليه أي حد، ما عادش تغيب على محبيك، وضروري نبو منك عمل إنتاج يكون محترم وراقي جدا يليق بموهبتك في السنة الجديدة ان شاء الله. اكيد. وانت اسفوا لك محمد لان صار في تاخير في الاقمار الاصطناعيه فما لحقناش نديروا لقاء بسرعه، فالمخرج قال لنا البرنامج انتهى كالعاده يعني. لا مش مشكله، مش مشكله يعني، كويس انا ما فيش حتى ضي هرب ولا حاجه، قاعدين طلعنا حتى لحقنا عليه ربع ساعه. تحياتنا لك الفنان الليبي يا محمد.